أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نعاود تاني محاضرتنا، والنهاردة بإذن الله عندنا محاضرة كيدني، المحاضرة رقم 4. طبعا اخترت هذا الوقت المبكر بالنسبة لكم، أنا عارف لبعض الناس، لأني أتصور أنه الإنترنت بيبقى أفضل، وده اللي احنا عاوزينه. فنتوكل على الله ونبتدئ. فالنهاردة عندنا هنتكلم يا ولاد عن التوبيولز. احنا كنا قلنا قبل كده الجلوميرولس، والنهاردة موعدنا مع التوبيول. طيب نتوكل على الله ونبتدئ. دور بس نرتب الورق، اهو مترتب. طيب اتمنى الريزوليوشن يبقى يعني مقبول. نيجي عندنا في اللوحة الأولى عندنا ثلاث نقاط to be discussed، اهو كده متهيألي يبقى أفضل. طيب أول نقطة اللي هو اليورينري اكسكريشن. فإحنا عندنا اليورينري اكسكريشن يعني كمية السبستانس اللي هتنزل في اليورين، دي معادلة بسيطة خالص، تساوي كمية فلترت ولتكن 100 مثلا. تمام؟ فاحنا ال 100 دي خدنا منها حصل ري ابزوربشن ل 20، يبقى بقى كام؟ 80، ثم اضاف اليها 10 اللي هو زائد سكريتد، يبقى اللي نزل 90. يبقى اليورينري اكسكريشن بيساوي الاماونت فلترد، الكميه فلتر مطروح منها الكميه اللي رجعت ري ابزوربد، مضاف اليها الكميه اللي هي سكريتد. تبقى عارف المعادله دي كويس قوي، دي بتتسال في الشفوي. اليورينري اكسكريشن عباره عن ايه؟ الاماونت فلترد ناقص الاماونت ري ابزوربد بلس الاماونت سكريتد. وديت المثال ان لو كان الفلتر 100 خدنا منها 20 ري ابزوربد، يبقى فاضل 80، حطينا عليها 10 سكريتد، يبقى اللي نزل 90. طيب النقطه الثانيه اللي هو الماجنتيود اوف تيوبولار بروسيسنج، يعني التيوبول بتعمل ايه؟ فدي بيحسبوها في معادله برضه لطيفه جدا في الشفوي، اللي هي الكونسنتريشن ان يورين اللي هو هنرمز له بيو، على الكونسنتريشن ان بلازما اللي هو هنرمز له ببي. يبقى حاجه اسمها يو بي ريشيو، اللي هي اليورين تو بلازما كونسنتريشن ريشيو. وهديكم امثله لطيفه وتوضح المعنى كويس قوي. دلوقتي نفرض الجلوكوز مثلا، بالنسبه للجلوكوز الملي جرام دي ال، دي ال يعني دي سيليتر لكل لتر، لكل اسف 100 سنتي، الدي سيليتر يعني عشر لتر اللي هي 100 سنتي. تمام؟ فهتبقى احنا الجلوكوز في اليورين قد ايه؟ صفر. احنا غير مسموح ان احنا ننزل جلوكوز في اليورين. بينما الجلوكوز ان بلاب 100. يبقى اليو بي ريشيو فور جلوكوز زيرو. ده معناه ايه؟ ان الجلوكوز يا اولاد از كومبليتلي ري ابزوربد. مفيش حاجه نزلت في اليورين، صفر. خلاص؟ وفي الدم 100. بالنسبة للصوديوم، حرصنا على الملح مش نفس حرصنا على السكر. فبالنسبة للملح فاليورين كونسنتريشن 90، البلازما كونسنتريشن 150، لما نقسم 90 على 150 تطلع 0.6. تمام؟ يبقى المثالين اللي انا اديتهم دول هم الحاجات اللي الجسم عاوز يحافظ عليهم. لو عاوز يحافظ عليهم تماما، ما ينزلهمش تماما في اليورين، هتبقى اليو بي ريشيو زيرو. بينما لو عاوز يحافظ عليهم بنسبه كبيره جدا بتبقى اقل من واحد اللي هي 0.6. تعالى بقى بالعكس في المثالين اللي بعديهم، اديهم لك باللون الازرق. اليوريا البولينه، ماده طبعا مش مهم، برضه هنقيسها هنا الملي جرام اسف مش بير ليتر يا ولاد، هي دي ال. دي ال يعني اللي هي دي سي ليتر اللي هي بيرسنت، اصلحها حالا.
هيتم اصلاحها حالا. فاليوريا في اليورين تركيزها بيبقى 900 خلاص، بينما في البلاد تركيزها 15 ملي جرام لبرسنت، يبقى 900 على 15 يبقى النتيجة هتبقى قد ايه؟ هتبقى نتيجة 60. تعال مادة اسوأ منها الكرياتينين، تركيزها في اليورين 150 ملي جرام دي ال، يعني دي سيليتر يعني الكل برسنت تمام. بينما في البلاد، وده عدد احبكم تبقوا حافظينه كويس قوي، لا ينبغي انها تزيد عن 1 اهي بالشكل ده. يبقى الريشيو في حاله اليوريا تركيزها في البول 900، تركيزها في البلاد 15، يبقى ريشيو 60. بينما الكرياتينين في البول 150 دي سيليتر قلنا يعني برسنت، بينما في البلاد، والرقم ده بليز احفظوه كويس قوي لان ده وان اوف ذا موست امبورتنت رينال فانكشن تيست، ان احنا نشوف الكرياتينين في الدم. لو الكرياتين في الدم رقم سهل يا اولاد تحفظوه كويس قوي، لازم اقل من 1، اهم من البولينا. البولينا في الدم 15، لا كرياتينين اهم، يجب ان الكرياتينين في الدم لا يزيد عن 1. شوف بقى عشان تحقق الحكايه دي بتفرز 150 في اليورين، حتى يبقى بقى ده اعلى عندنا يورينري تو بلازما ريشيو بيبقى 150. نخلص من مجموعه الارقام دي اللي عندهما بطريقه منظمه جدا، 2 باللون الاسود 2 باللون الازرق. ان يا اولاد اللي باللون الاسود اقل من 1 دينوتنج ايه؟ اليورين تو بلازما ريشيو، ان الكليه بتحاول تحافظ عليه. لو طلع ريشيو زي 0 يبقى الكليه عملت له كومبليت ري ابزوربشن زي الجلوكوز، لان في اليورين 0 وعشان كده طلع ريشيو 0. لو في شويه في اليورين زي الصوديوم هيبقى ريشيو اقل من 1 بس مش 0. انما لو الكليه بتنضف زي ما اديتين ادينا امثله اليوريا والكرياتينين، ففي حاله اليوريا بيطلع ريشيو 60، في حاله الكرياتينين بيطلع 150. طيب نيجي للنقطه الثالثه، كل ده لسه ما بدأناش الكلام المهم يا اولاد، ده مقدمه كده شويه اسئله ممكن تسالها في الشفوي. ميكانيزم اوف تيوبولار ترانسبورت، ازاي بنعمل تيوبولار ترانسبورت؟ بص معايا الرسمه دي لطيفه خالص وانت فاهمها. ده المربع ده بيمثل التيوبولار سيل، المسافه دي بتمثل المسافه ما بين التيوبولار سيلز. الناحيه دي في اليومن، واحب ابتدي بالبومنز كابسول ده، والناحيه الثانيه في البلاد. انت ممكن عاوز تعدي ماده من اليومن للبلاد او العكس، في عندك سكتين، يا تنقلها عبر الخليه نسمي ده ترانس سيلولر، يا اما ما بين الخلايا وفي ذات الوقت موازية للخلايا يبقى هنسميها باراسيلولر. ايه الفرق؟ تعال نفكر. احنا قلنا ان الحاجات بتعبر السيل ممبرين في الانترودكشن في سنة اولى اولاد بثلاث طرق، يا اما ديفيوجن وده الحاجة اللي هي بتبقى باسيف الوحيدة، يا اما اكتف ترانسبورت نمرة 2، يا اما لللارج موليكيول زي البروتين بيبقى بالفيزيكولار ترانسبورت اللي مثال ليه بينو سايتوزيس اللي هو اكتف برضه. يعني احنا ما عندناش حاجه باسيف غير الديفيوجن. طب تعال نفكر بهدوء، لو حاجه اكتف يبقى عاوزه ادينوزين ترايفوسفيت، وممكن كمان عاوزه كارير بروتين، والاثنين دول موجودين فين؟ في السيل. يبقى اي حاجه اكتف زي الاكتف ترانسبورت وزي البينو سايتوزيس ما ينفعش من غير ادينوزين ترايفوسفيت ومن غير كارير بروتين اللي هما في الخليه، يبقى لازم تبقى ترانس سيلولر. مفيش اكتف ترانسبورت ويذر اكتف ترانسبورت او بينوسيتوز اللي هو اكتف برضه محتاج الى طاقه تحدث غير ترانس سيلولر. بينما الحاجه الباسيف اللي هي مش عاوزه لا اي تي بي ولا عاوزه كارير بروتين، سام تايم الباسيف بتبقى عاوزه كارير بروتين زي الفاسيليتيتد ديفيوجن. يبقى لو مش عاوزه حاجه خالص لا اي تي بي ولا كارير بروتين، مش عاوزه اي حاجه بالخليه، تبقى ممكن تبقى باراسيلولر. بينما زي في الفاسيليتيت الديفيوجن لو عاوزه كارير بروتين، الكارير بروتين مره ثاني فين في السيل، يبقى ممكن تبقى ترانس سيلولر. عشان كده بص معايا انا كاتب لك الباسيف ده ينفع يبقى باراسيلولر او ترانس سيلولر، ده الوحيد.
انما الاكتف والبيروسيتوز اللي هي الطريقه اللي بناخد بيها بروتين، والباسيف زي الفاسيليتيتد ديفيوجن لو كان عاوز كارير بروتين يبقى لازم ترانس سيلر. يعني يا اولاد الموضوع بسيط خالص. لو حضرتك عاوز حاجه من الخليه اي تي بي او كارير بروتين، غصب عنك مع الاعتذار لازم تعدي عبر الخليه ترانس سيلر. لو حضرتك سمبل ديفيوجن، لا عاوز اي تي بي ولا عاوز كارير بروتين، مش عاوز منهم اي حاجه، يبقى في الحاله دي حقك تعدي باراسيلر. دول ثلاث اسئله شفوي كانوا مقدمه لينا لازم نعرفها. ولا تنسى ان احنا لا نفقد بلازما بروتين في اليورين. احنا اكشوالي قلنا ان وجود البيز ممبرين اللي هو نيجاتيف تشارج بيمنع معظم البلازما بروتين انها يحصلها فلتريشن. انما عشان نبقى اكثر صدقا، فاحنا البينوسيتوزيس بيحصل فلتريشن 2 من 10 جرام بيرسنت من الالبومين. حتى دول ما بننزلهمش في البول، ما حدش بيفقد بروتين في البول، ولا يقول لك فلان عنده زلال في البول فبنرجعهم تاني بالبينوسيتوز. يبقى في عجاله تاني يا اولاد، الثلاث اسئله شفوي. اليورينري اكسكريشن يقول لك يعتمد على ايه؟ هتقول له كميه فلترد ناقص مطروح منها الكميه ري ابزوربد مضاف اليها الكميه سكريت. ده اول سؤال شفوي. تاني سؤال لما يقول لك الماجنتيود اوف تيوبولار بروسيسنج، يعني قوة أو التعامل بتاع الخلية، هتقول له ده يساوي اليو على بي، حيث يو الكونسنتريشن اوف يورين وبي الكونسنتريشن ان بلازما. لو الكلية عاوزة تحتفظ بالمواد لازم الريشيو تبقى تحت 1 زي اللي هما باللون الأسود، تحتفظ بيها تماما زي في الجلوكوز، يعني مفيش حاجة في البول خالص، في البول زيرو يبقى الريشيو زيرو، الصوديوم يبقى 0.6. بينما عاوزة تفرزها زي اليوريا والكرياتينين فالريشيو هتبقى اكتر من 1، يا اما 60 يا اما 150. بينما الميكانيزم اوف تيوبولار ترانسبورت اللي هو السؤال الثالث، فعندنا كالاتي. لو حضرتك عاوز حاجه من الخليه، وهذا يحدث في ثلاث احوال، في الاكتيف ترانسبورت والفيزيكولار ترانسبورت اللي هي من ضمنها البينوسيتوز والاكزوسيتوز والكلام ده كله، او نوع معين في الديفيوجن اللي هو الفاسيلتيتد ديفيوجن اللي عاوز كارير، يبقى غصب عنك لازم تعدي على الخليه. ما انت عاوز حاجه من الخليه تبقى ترانس سيلور. لو حضرتك فاسيليتيتد ديفيوجن سمبل ديفيوجن، مش عاوز اي حاجه من الخليه، يبقى من حقك ما تمرش بالخليه، وفي الحاله دي نسميها بارا سيلور. طيب نبتدي بقى الكلام المهم والكلام الحلو في الكليه. فنبتدي كالوضع كالاتي، مش عارف ايه بس لخبط ورق، معلش نعيد ترتيبه حالا. طيب هذه هي الورقة المطلوبة. يلا يا ولاد. التيوبولار بروسيسنج اللي هو قلنا التيوبولز لها وظيفتين. لو هناخد حاجة من اليومن للبلاد بنسمي ده ري ابزوربشن. من البلاد لليومن قلنا في المحاضرات السابقه نسمي ده سيكريشن. هي يا اولاد في تامل خاص بعبد الله ولكن مهم جدا، ان ربنا سبحان الله ضد الاسراف والمسرفين، ما بيحبش الاسراف، وبيدينا هنا مثال مش هو رائع، مش امثل، هو مثال كامل كامل. يعني انت هتنقل العديد من المواد في الكليه بالبلاد لليومن او من اليومن للبلاد، وكثير منها بتبقى اكتف، يعني اكتف يعني عاوزه طاقه. انما لم يكن من المتصور ان احنا بندفع الطاقه دي معظمها، اسمع بقى فتح ودنك معايا كويس قوي، في ماده واحده وهي الصوديوم، بسميها القاطره. ومش كده وبس، شوف اللي بعديها اجمل، وعند بوردر واحد. يعني انت مفروض احنا هننقل الصوديوم من اليومن، هنرجع الملح الى البلد، يبقى فروم لور تو هاير، يبقى المفروض يبقى اذا 100% الموضوع اكتف. كان ممكن يا اولاد يبقى اكتف عند اليومنال بوردر، واكتف كمان عند البيزولاترال بوردر. انما هو اكتف فقط، ده برايمري اكتف ترانسبورت للصوديوم بيحدث فقط عند البيزولاترا بوردر. فنحن بندفع طاقه، افتح ودنك، في ماده واحده
اللي هي الصوديوم عند بوردر واحد وهو البيزولاترال بوردر مش عند اليومينال او اللي بيسموه ايبيكال بوردر. طب وبقيه المواد الاكتف بنعمل فيها ايه؟ شرحتها للطلبه بطريقه سهله جدا، نظريه القاطره وعربات القطار. مفروض القاطره وعربات القطار عشان يطلعوا اب ذا هيل يطلعوا مطلع كلهم عايزين طاقه، طالعين عكس طالعين. انما حقيقه الامر انت بتدفع الطاقه في القاطره بس، وكل العربيات برضو عشان تطلع مفروض عاوزه طاقه بس طلعت ببلاش لانها ماسكه في القاطره. القاطره في حاله الكيدني يا اولاد هي الصوديوم. 90% من الطاقه اللي بندفعها في الكليه بندفعها افتح ودنك في الصوديوم ليه ابزوربشن، يعني وان سبستانس ات وان بوردر وهو البيزولاترا بوردر. وهو في تامل فلسفي هو ده الحد الادنى للاسراف، انك تدفع في ماده واحده عند بوردر واحد، لان اقل من ماده ما ينفعش يبقى ما دفعتش، واقل من بوردر يبقى ما دفعتش. في حاجات كلها اكتف بس حضرتك ما بتدفعش فيهم كلهم، انت بتدفع في ماده واحده صوديوم ات وان بوردر ذا بيزولاترا بوردر. دي نقطه كروشيال يعني في غايه الاهميه في فهم ميكانيكيه عمل الكليه. تعال نتفرج ازاي ده بيحدث. دي سيلوي هيفسر لك ليه ربنا بنرمي شويه صوديوم. خدنا في المثال في اللوحه اللي قبلها 1-4% من الصوديوم بيفقده في اليومن اهو بينزلوا في البول، فمبقين شويه. وكل والكلام ده قلت لكم مع الاندوكراين مع الالدوسترون، كل جزيء صوديوم يدخل جوه الخليه is immediately pumped يعني actively transported عند البيزولاترا بوردر، بحيث تركيز الصوديوم جوه الخليه بقى قليل جدا، اقل من الشويه الصغيرين اللي سايبينهم في اليومن. عشان كده سيبنا شويه صغيرين في اليومن، بحيث اول نقله اللي هي بتبقى عند اليومنال بوردر ويسموه الايبيكال بوردر لان ده الايبكس بتاع السيل، بيبقى فروم هاير تو لور، يبقى باسيف اللي هو بالديفيوجن الونج الكتروكيميكال جريدينت. طب واحد يقول لي فاهمها لنا يعني ايه الونج الكتروكيميكال جريدينت؟ من عالي الواطي يبقى الونج كونسنتريشن جريدينت. وبعدين انت هتنقل هنا الصوديوم وهتسيب وراك كلورايد وبايكربونيت نيجاتيف، فدول هيشدوا الصوديوم اللي في اليومن اللي هو بوزيتيف، فيبقى الونج الكتريكال جريدينت. فاهم ليه؟ انت هنا اما هتنقل الصوديوم وسايب وراه، تخيل هنا سايب وراه لسه هيجي وراه بس مش دلوقتي الكلورايد والبايكربونيت، يبقى هنا في كلورايد وبايكربونيت نيجاتيف، يبقى هيشدوا الصوديوم اليومن البوزيتيف. نيجاتيف بيشد بوزيتيف يبقى لونج الكتريكال جريدينت. لما تبقى لونج الكتريكال كونسنتريشن جريدينت يسموها لونج الكتروكيميكال جريدينت. يبقى اول نقله ببلاش لونج الكتروكيميكال جريدينت. تاني نقلة بس هي فروم لور تو هاير بتبقى اكتف. حتى بص كلمة مهمة جدا برايمري اكتف ترانسبورت، تمام؟ وده الطالب ذكي يفهم، ما كانش ممكن نعمل كومبليتلي ابزوربشن للصوديوم لان عشان اول نقلة دي تبقى ببلاش تبقى ديفيوجن لازم تبقى فروم هاير تو لور، لازم حضرتك تتخلى تسيب شوية صوديوم صغيرين في اليوم ما تاخدهمش، تفقد شويه ملح قليل جدا خلاص، بحيث يبقى اي موليكيول صوديوم دخل جوه الخليه لازم ايميديتلي بامبد ان ذا بلاد، فيبقى الليفل هنا قليل جدا اقل من الشويه الصغيرين اللي في اليوم، فالنقله دي تبقى ببلاش لونج الكتروكيميكال جريدينت. دي بس اللي بتبقى برايمري اكتيف ترانسبورت، ده انتقال الصوديوم. يبقى مره اخرى في تامل خاص، 90% من طاقة الكلية في فهم ميكانيكية عمل الكلية بندفعها في مادة واحدة اللي هي الصوديوم ات وان بوردر، ادي قلتها لتالت مرة اللي هو البيزولاترال بوردر. وقلت لكم ليه سموه بيزولاترال؟ لان مش شرط هنا يبقى فيه بلاد، ممكن يبقى فيه ليمف، ده بيسموه اليومن لازم يبقى فيه اليومن او ايبيكال لان ده الايبكس بتاع السيل. طب ليه ما سموش ده بلاد بوردر؟ لان ممكن يبقى فيه بلاد او ليمف بس، عشان كده بيزولاترال. ودي عدتها تاني قلتها في المحاضرات اللي قبل كده. وهذا هو الحد الأدنى في الإسراف. الصوديوم علمتها لأجيال هو القاطرة، هو المادة الوحيدة أو الأساسية آسف عشان أبقى أكثر دقة اللي بيدفع فيها 90% من طاقة الكلية. عشان هتسألني بعد شوية طب 10% اتدفعوا فين الباقيين؟ هقول لك most of the energy بالظبط 90%
of the energy consumed by the kidney consumed one substance اللي هو الصوديوم at one border اللي هو البيزولاترال border. وهو اوعى تنسى التعبير بتاع العبد الله, هو القاطرة اللي هتشوف دلوقتي هتشد وراها كل الحاجات التانية, عربات القطار هنشوف حاجة رائعة. فكل مولكيول صوديوم بيدخل جوه الخلية is immediately pumped عند البيزولاترال border, هي دي اللي active primary active, بحيث هنا الكونسنتريشن اقل من الشويه اللي قلنا ليه سبناهم ينزلوا في البول عشان يبقى هنا اعلى من هنا, عشان تبقى النقله دي ببلاش, تبقى لونج الكتروكيميكال جريدينت. كونسنتريشن هنا اعلى من هنا, وبعدين لما هتنقل الصوديوم ساب وراك كلورايد وبايكربونات بيبقى ماينس 70 ميلي فولت, هتشد البوزيتيف اللي هو الصوديوم اللي هو بوزيتيف. طب تعال نشوف بقى عربات القطار, دي كانت القاطره, نيجي عربات القطار حاجه لا يمكن تخيلها في الروعه. شوف العظمه بقى, الصوديوم اللي هو باللون الاحمر ده القاطره, عشان ما عشقت مثل عشق النظام في موضوع مفروض ان شويه معقد, بس ليكم مفيش حاجه معقده لان احنا مع بعض هنفهم كل حاجه كويسه. ان انت دافع الصوديوم هنا منقول along electrochemical gradient, الطاقه اللي بتنقله اللي هو من تركيز عالي الواطي along electrochemical gradient. قال في كارير هنا بقى عند اليومنا بوردر, الكارير ده هو بيلف يدخل الصوديوم يرمي الهيدروجين, ده فين؟ عند اليومنا بوردر. فين بالذات؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. 85% من الهيدروجين اللي بينتجه الجسم بيفقد بالحكايه دي اللي هي يسموها سكندري اكتيف ترانسبورت او كاونتر ترانسبورت. كاونتر ليه؟ فاكر كنا قلناها في الانترودكشن, لان بننقل تو سبستانس في تو دايركشنز, الصوديوم باخده وجسمي اللي بينتج اسيد الميتابوليزم اللي بينتج الاسيد هطلع قصاده الهيدروجين, كاونتر ترانسبورت او يسموها سكندري اكتيف سيكريشن. بيحصل فين؟ للهيدروجين في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول عند اليومنال بوردر. بينما الناحيه الثانيه لما باخد صوديوم اكتيفلي, فاكرين الصوديوم بوتاسيوم اتيبيز كارير برضه, اخد 3 صوديوم ويرمي بالعكس 2 بوتاسيوم, خلاص يبقى مره اخرى برضه سكندري اكتيف سيكريشن او كاونتر ترانسبورت, لانه مادتان في اتجاهين متضادين, يبقى صوديوم بوتاسيوم. بس ده فين بقى؟ عند البيزولاترال بوردر ومش في البروكسيمال, في الديستال كونفوليوتد تيبيول. الحقيقه يا اولاد زي ما بقول انا مش جاي اقرا معاكم, انا تاملت في كل حاجه جليا, والطالب قال لي انا هتلخبط, دي في البروكسيمال ودي في الديستال ودي عند اليومنال ودي عند البيزولاترال. انا ساعات لما يجي لي معيد يقول لي انا فاهم شويه كليه اساله في الحته دي, احكي لي شويه عن الهيدروجين والبوتاسيوم بيحصل فيهم ايه, وتعالوا التامل بتاع العبد الله. احنا جسمنا الميتابوليزم يا اولاد بينتج اسيد ولا الكالي؟ انا فكرت في كل حاجه, عاوزك تفكر معايا. جسمنا لا ينتج غير اسيدز فقط, الميتابوليزم عمره ما طلع الكالي, خلاص. يبقى عشان البي اتش ما يتغيرش لازم نتخلص من هذا الهيدروجين. انت ايه حكايه الهيدروجين والبوتاسيوم؟ الهيدروجين ده مسؤول عن الحامضيه, بينما البوتاسيوم وقلنا حتى الاسم الرمز بتاعه كي بيعزل العرب لانه مسؤول عن العرب, هم اللي قالوا ان زي ما ربنا عارفين ان ربنا عمل كل حاجه على ميزان, زي ما في ايون مسؤول عن الحامضيه في ايون تاني مسؤول عن القلوي اللي هو مين؟ بوتاسيوم, هو ده القلوي. طب هم في الانجليزيه ما يعرفوش حرف القاف فعش كده اختصروه بكالوي, يبقى كاليوم وبقى رمزه كي. يبقى هنا في هيدروجين وبوتاسيوم, هما دول اللي بيزيلوا البي اتش, وقلنا الحياه ممكنه في حدود دقيقه من التغير في البي اتش. طب فكر بقى بذكاء مع العبد الله, حضرتك جسمك اساسا بينتج اسيد ولا الكالي في الميتابوليزم؟ الاجابه ينتج اسيد فقط, عمره ما انتج الكالي. يبقى حضرتك مستعجل على التخلص من الهيدروجين ولا البوتاسيوم؟ جاوبها انت, انت جسمك لا ينتج غير اسيد, يبقى عاوز تخلص من مين؟ يبقى اخلص من الهيدروجين. This is why بقى في تأمل خاص لعبد الله, إن الكاونتر ترانسبورت بتاع الصوديوم ليه مع الهيدروجين أو البوتاسيوم؟ لأن هما دول التو أينز اللي بيظبطوا البي اتش.
طب ابتدي بمين؟ لو طالب ذكي انا جسمي لا ينتج غير اسيد يبقى ابتدي بالهيدروجين. This is why counter transport of sodium مع الهيدروجين افتح ودنك بيحدث الاول. يعني ايه في الاول؟ في البروكسيمال كونفيتيول مع البوتاسيوم ده في الديستال. طب وحتى في البوردرز عند انهي بوردر؟ مين اول بوردر؟ اليومينال بوردر البوتاسيوم عند البيزولاترا. دي حته من اصعب الحتت في الكدني. وبقول كثير من الزملاء خلينا نقول اصغر سنا كونفيوزد فيها. اسالوا الكاونتر ترانسبورت بتاع الصوديوم بيحدث مع ايه؟ انتوا عمركم ما تنسوها حاجتين، هيدروجين بوتاسيوم. اشمعنى التو اينز دول؟ لان الهيدروجين مسؤول عن الحامضيه الاسيتي والبوتاسيوم الكالوي، عشان كده رمزه كي، عشان هما ما بتقولش قاف كاليوم. لما قلتها ده الاصل عربي مش لاتيني، حتى بقولها في 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 نورث امريكا. طب حضرتك تبتدي بمين تتخلص منه؟ قوم تفكر بذكاء. في جسم لا ينتج غير اسيدز يبقى تخلص من الهيدروجين الاول. يبقى الكاونتر ترانسبورت مع الصوديوم نبتدي بالهيدروجين في البروكسيمال كونفيتيبيول وحتى عند اول بوردر عند اليومينال بوردر، بينما البوتاسيوم بعد كده في الديستال كونفيتيبيول وعند تاني بوردر اللي هو البيزولاترا. ادي اول ريزلتس في الثلاثه بتاع امتصاص الصوديوم، ولاد حته من الحتت صعبه جدا. يبقى الكاونتر ترانسبورت اوف صوديوم بيحدث مع مادتين اهو، اللي هو السكندري اكتيف سيكريشن او الكاونتر ترانسبورت اللي هي قلناها تو سبستانس ان تو دايركشن، صوديوم مع هيدروجين او صوديوم مع بوتاسيوم. بنبتدي بالهيدروجين، فدلوقتي هتقراها اند يو نيفر فورجيت بطريقه عبد الله. في البروكسيمال كونفيتيبيول اللي هي اول حته عند اول بوردر اليومينال بوردر، ودي بنتخلص فيها من 85% من الهيدروجين بتاع جسمنا. طب حتى خدها هوامش، طب ال 15% من الهيدروجين بنخلص فيهم ازاي؟ افتكرها، شوف مين هيفتكر. 10% في اللوبوف هينل وحوالي 5% في الديستال والكولكتي. انما الاساس ربنا علمنا حاجه تاني في الرسمه دي يا اولاد، ان لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. من اهم الاعمال انك تخلص من الاسيدز اللي طلعوا الميتابوليزم، فبتخلص من معظمه 85% برضه. الرقم ماده للتامل فين؟ في الاول في البروكسيمال كونفيتيبيول عند اليومينال بوردر، بينما البوتاسيوم اجل. بيحدث نفس القصه دي، يعني مش هما اتنين في رسمه واحده، انا رسمها في رسمه واحده عشان ما ارسمش 100 رسمه. البوتاسيوم في الديستال كونفيتيبيول وعند البيزولاترا بوردر. كانت دي اول ريزلتس للصوديوم ريابزوربشن، اول عربه من عربات القطار. ثاني عربه، شوف الروعه، شوف الروعه في الخلق. هنا هترمي 3 صوديوم و2 بوتاسيوم، يبقى الناحيه دي فيه بوزيتيف 3 والناحيه دي بوزيتيف 2 بوتاسيوم. يبقى لو انت مكان الكلورايد النيجاتيف تمشي ورا مين؟ خلاص امشي ورا الصوديوم لانه ده 3، فورا الصوديوم البوزيتيف هناخد بقى باي باسيف ديفيوجن، مش عاوزين حاجه خالص، باسيف ريابزوربشن كلورايد. وورا الصوديوم كلورايد هيسحب ميه بالاسموزس، ولما نسحب ميه من اليومن، يعني سحبنا صوديوم كلورايد وميه، تركيز اليوريا في اليومن هيزيد. تاني يعني احنا خدنا صوديوم اهو من اليومن للبلاد، ورا الصوديوم لانه اكتر من بوتاسيوم خدنا كلورايد، صوديوم كلورايد، ورا الصوديوم كلورايد خدنا ميه باي اسموزس، يبقى كميه الميه هنا في اليومن حصل لها ايه؟ قل. فالبولينا اللي هي حاجه وحشه تركيزها في اليوم حصل له ايه؟ زاد. فغصب عننا نص البولينا، مع انها بولينا وحشه وكنا عاوزينها تنزل في البول تنزل، بترجع تاني بالباسيف ريابزوربشن لما تركزت. فعشان كده حتى سموها اسم جميل قوي. يعني بعد ما كنا خلاص حطينا اليوريا في اليومن كنتيجه لامتصاص الميه، اتركزت البولينا في اليومن فبقى تركيزها اعلى منه في البلاد، فنصها رجع تاني، فسموها لانها حاجه غير مرغوب فيها باك ديفيوجن. يعني ايه؟ اليوريا رجعت تاني باك ديفيوجن. ولكن برضه في تامل خاص لعبد الله، مفيش حاجه بتحصل عند ربنا كده، كنا مش عاوزينها ورجعت لنا. هتشوف ايه اهميه الباك ديفيوجن ده، ليه ربنا رجع نص اليوريا. حتى دي هفسرها في اوانيها. ادي تاني عربه من عربات القطار، ان قصد الهي ان ربنا خلى الصوديوم اكتر من البوتاسيوم، فيبقى البوزيتيف تشارجز هنا 3 وهنا 2. يبقى لو انت ايون نيجاتيف زي الكلورايد والبايكربونيت تمشي ورا مين؟
ورا الصوديوم، يبقى تاخد صوديوم ورا كلورايد وبيكربونات، معظمه كلورايد طبعا. ورا الصوديوم كلورايد يتاخد ببلاش ميه بالاسموزيس. خدت الميه من اليومن اتركزت البولينه هنا فنصها رجعت لك تاني بالباك ديفيوجن، وهنفهم اهميتها دي. العربه الثانيه، نيجي العربه الثالثه بقى، شوف الروعه. انت الصوديوم هنا ماشي along electrochemical gradient عند الليومينال بوردر، تمام؟ هنا خد بالك بقى، بعض عينات الصوديوم، عشان دي نقطه بتلخبط الطلبه، هو ليه ربنا اختار الصوديوم يبقى هي القاطره؟ برضه نقطه بتامل فيها، ولو سمعتهاش بالعب لا عمرك ما تفهمها. ليه الصوديوم هو القاطره؟ لان الصوديوم فيه ميزتين، ان هو كريستالويدز يعني الجزيئات بتاعته صغيره جدا جدا، وهو اكتر ملح، يبقى عاوزك تتخيل كميه كبيره جدا من جزيئات صغيره جدا، يبقى عدد الجزيئات لا متناهي، عدد رهيب من الصوديوم. فيا اولاد بعض جزيئات الصوديوم تتخلص من الهيدروجين، البعض الاخر تتخلص من البوتاسيوم، بعض الثالث هنشوفها هي تمسك المواد دي كلها. والبعض الثالث ده مقسوم الى مجموعات، شويه يجيبوا لنا جلوكوز، وشويه تانيين مش هم يجيبوا امينو اسيد، وشويه انسون. تعال شوف، تعال اتفرج وهنفهم مع بعض. الرسمه دي اساس، لو فهمتها اقرا الكليه لوحدك بعد كده، مش محتاج لان انا اقراها معاك، هقراها معاك بس ما انتش محتاجني. طب الصوديوم هو نازل بعض الجزيئات بقى، وهو نازل هنا along electrochemical gradient لما شفناه، فربنا خلى بعض جزيئات الصوديوم تمسك في الجلوكوز، فاكر قلناها مع الانسولين بحاجه اسمها صوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 2 بتاع الكليه، وده على فكره مش سنسيف للانسولين، مش سنسيف، قلنا الوحيد اللي سنسيف للانسولين انت عارفه جلوكوز ترانسبورتر رقم 4. طيب يبقى الصوديوم نازل نازل بالالكتروكيميكال جريدينت، فيمشي معاه غصب عنه الكارير، فيمشي معاه الجلوكوز غصب عن عينه. يبقى انتقال الجلوكوز في هذا البوردر حصل فروم لور تو هاير بطاقه مين؟ طاقه الصوديوم. الصوديوم ماشي ماشي، فمشى معاه الكارير، فمشى معاه الجلوكوز، والجلوكوز بيعمل له كومبليت ابزوربشن اجينست جريدينت. فاول نقله للجلوكوز فروم لور تو هاير اكتف، بس مش هي اللي دافعه الطاقه اللي مدفوعه في الصوديوم، عشان كده سموها سكندري اكتف ترانسبورت او كو ترانسبورت. ليه كو؟ كو يعني مع، لان مادتان في نفس الاتجاه. وتعالى اشبهها لك تشبيه حلو قوي، بص لي من فضلك. دلوقتي الصوديوم اهي، ده الكارير اهو، الصوديوم مسك هنا، الصوديوم عند اول بوردر ماشي فروم لور تو هاير along electrochemical gradient، يبقى غصب عنه ماشي مين؟ الكارير، ما هو ماسك في الكارير ماشي بالالكتروكيميكال جريدينت، فربنا ركب على الكارير في الناحيه الثانيه جلوكوز، فده ماشي بالالكتروكيميكال جريدينت، فيمشي معاك كارير، فيمشي معاك جلوكوز. وايه؟ نعمل للجلوكوز تركيز عالي جوه الخليه. يعني عملنا له كومبليت ابزوربشن، قلنا الصوديوم الجزيئات بتاعته لا رهيبه. فنجحت في انها تاخد بعض الجزيئات بتاعه الصوديوم، خدت كل جزيئات الجلوكوز. فبقى تركيزه هنا صفر، ما بنفقدش جلوكوز لان ده ماده ذات اهميه غذائيه، عملنا له تركيز عالي هنا. بحيث حتى بعد ما سابوا الصوديوم تاني نقله هتبقى فروم هاير تو لور، تبقى برضه باسيف بس عاوزه كارير، فعشان كده يسموها فاسيليتيتد ديفيوجن بجلوكوز ترانسبورتر. هنا مش ماسك صوديوم، هنا الترانسبورتر ده كان ماسك صوديوم فيسموه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 2، انما ده جلوكوز ترانسبورتر. يبقى اتنقل الصوديوم الجلوكوز ببلاش خالص على حساب الصوديوم. افهم اللي بقوله، مجموعة أخرى من جزيئات الصوديوم نفس القصة دي، بس يشيل الجلوكوز ده وحط بدلها أمينو أسيد، ومجموعة تالتة يشيل الأمينو أسيد وحط بدلها أسيتو أسيتيت، ومجموعة رابعة حط بدلها فيتامينز، تتنقل بنفس الطريقة دي. الأول سكندري أكتف، تعمل لها تركيز عالي جوه الخلية بحيث لما الصوديوم يسيبها بعد كده هي هتتنقل فروم هاير تو لور بالفاسيلتيتي ديفيوجن. المجموعة دي اللي هي الأمينو أسيد والجلوكوز، طبعا أهمهم دول بيضيفوا في كثير من كتبنا في الجامعات ما بيكتبوش الأسيت وأسيت والفيتامين، بس أنا عاوز أديك الفكرة إن الأرقام لها معنى يا أولاد.
الجلوكوز والامينو اسيد والاسيتو اسيد ممثل عن الفات، الجلوكوز ممثل عن الكربوهيدرات والامينو اسيد عن البروتين والاسيتو اسيد عن الفات، دي مواد ذات اهميه غذائيه، والفيتامينز الاربعة حضرتك حاجه ذات اهميه غذائيه. جاوبني انت، ترميها ولا تاخدها؟ طبعا اعملها هي ابزوبش، ما ارميهاش في البول. طب حضرتك تاخدها كلها ولا ترمي شويه؟ حاجه ذات اهميه غذائيه، اخدها كلها 100%. عشان كده كل الجلوكوز وكل الامينو اسيد، افتكرهم انا بفتكرهم ازاي، الجلوكوز عن الكربوهيدرات، الامينو اسيد عن البروتين، الاسيتو اسيد عن الفات، ومعاهم الفيتامين، كلهم كومبليتلي ري ابزوربت. ازاي؟ اديك فهمت القصه. بعض جزيئات الصوديوم، لان الجزيئات قلت اعداد رهيبه تكفي نعمل كل ده، عشان كده ربنا اختار الصوديوم. شويه نقول لك كل جلوكوز، وشويه نقول لك كل الامينو اسيد، وشويه نقول لك كل اسيتو اسيد، وشويه نقول لك كل الفيتامين، ويبقى تركيز الجلوكوز والامينو اسيد هنا عالي، فتاني نقله بتبقى فروم هاير تو لور ببلاش بعد ما سابوا الصوديوم فسنتيتيك ديفيوجن، يبقى ايه العمليه كلها ببلاش على حساب الصوديوم ده لسه. والبوتاسيوم والكالسيوم 65%، يعني ثلثين الكالسيوم والبوتاسيوم يتنقلوا مع الصوديوم بالطريقه دي، كو ترانسبورت مع الصوديوم. دول بقى مش دول مينرالز، مش مواد ذات اهميه غذائيه، فما بناخدهمش كلهم، بناخد 65% بس. طب والبايكربونيت، خد بالك البايكربونيت ده مهم قوي. احنا في جسم لا ينتج غير اسيد، لازم اتخلص من الهيدروجين. اسمع الجمله دي حلوه قوي، واعمل ري ابزوربشن للالكي ريزيرف اللي هو البايكربونيت. وهقول لك ليه بعد شويه نفس الرقم بتاع الهيدروجين، 85% من البايكربونيت و85% من الهيدروجين. يعني اتخلص من 85% من الهيدروجين في البروكسيمال وناخد 85% من الباي كربونيت. دي كانت القاطره الثالثه والاخيره واصعب القاطرات، ان سكند رياكتيف على حساب الصوديوم ري ابزوربشن، كو ترانسبورت بناخد الحاجات دي كلها. المواد اللي ذات اهميه غذائيه، جلوكوز امينو اسيد اسيتو اسيتو فيتامين 100%. المينرالز بوتاسيوم وكالسيوم زي الصوديوم 65%، ما هو 65% من الصوديوم يعني ثلثين الصوديوم بيمتص في البروكسيمال كومبليت تيبيول. ثم بايكربونيت 85%، وكل رقم هتحفظه معايا كويس قوي ما تقلقش. دي واحد من اعقد الرسومات يا اولاد، ولكن لما بقولها لك يبقى انت فهمت الكليه بتشتغل ازاي. يعني هي رسمه ما بنقولش لوحه صعبه، بس فيها كل الكليه. تاني يا اولاد، من هي القاطرة في الكدني اللي هي بتدفع فيها الطاقة وهي بتجر ثلاث عربات من القطار وراها؟ الإجابة صوديوم. 90% من الصوديوم، من الانرجي اللي بتبذلها الكدني بتبذلها في امتصاص الصوديوم. طيب، وقلت ربنا ضد الإسراف والمسرفين، دفع طاقة بس دفعها في مادة واحدة، الصوديوم. أساسا قلنا عشان يبقى التعبير صح، عند بوردر واحد هو البيزل واتر بوردر. وركب مع الصوديوم سكندري الصوديوم ثلاث عربات قطار، اول عربه اللي هي الكو ترانسبورت اللي هي الكاونتر ترانسبورت سكندري اكتيف سكريشن، ان انا باخد صوديوم وهرمي هيدروجين او بوتاسيوم. ايه علاقه الهيدروجين بوتاسيوم؟ قلت دول مسؤولين عن اهم العمليات في الجسم، البي اتش، الهيدروجين اسيد يعني اين، والبوتاسيوم كاليوم قلوي. طب فكر معايا في اول قاطره، انت بتاخد صوديوم وترمي قصاده بنفس الكارير يعمل كاونتر ترانسبورت سكندري اكتيف سكريشن، اهو ده بيتاخد كده وده بيطلع بالعكس. تو سبستانس، تو سبستانس، صوديوم وهيدروجين او صوديوم بوتاسيوم ان تو دايركشنز. تبتدي بمين؟ لطالب فاهم قوي، اسمنا لا ينتج غير اسيد، يبقى ابتدي بال هيدروجين. يبقى الهيدروجين في البروكسيمال كونفيت تيبيول في اول حته في النفروم بروكسيمال عند اول بوردر اللي هو اللومينال بوردر، بينما البوتاسيوم عند الديستال كونفيت تيبيول في الاخر عند اخر بوردر اللي هو البيزولاتر. دي اول قاطره. ثاني قاطره في القطارات الثلاث، في العربات القطار الثلاث اسف، ان بناخد ثلاثه صوديوم وننزل بعدلهم اثنين بوتاسيوم، يبقى الصوديوم هنا اكتر من هنا. ثلاثة صوديوم بوزيتيف واثنين بوتاسيوم بوزيتيف، يبقى لو انت نيجاتيفلي تشارجد اين امشي ورا مين؟ ورا الصوديوم، فبناخد ورا الصوديوم كلورايد
طب ورا الصوديوم كلورايد ناخد ميه بالاسموزس. لما اخد ميه من اليومن تركيز البولينة الوحشة تركز في اليوم تبقى اعلى من تركيزها في البلد، فنص البولينة ترجع. عشان كده يسموها باك ديفيوجن، رجعت لنا تاني. بس هقول لك ليه ربنا رجع نصها تاني، دي تاني عربة من عربات القطار. تالت عربة وهي الاجمل، خد بالك يا اولاد هقولها المرة العشرين، ان في ناس مش فاهمة. مش نفس جزيء الصوديوم بيعمل التلاتة، يعني مجموعة صوديوم تعمل عربة، مجموعة صوديوم تعمل عربة التانية، مجموعة تعمل عربة التالتة. لقيه من كل مجموعة بتنقسم، يعني هنا اللي بياخد جلوكوز غير اللي بياخده أمينو أسيد غير اللي بياخده أسيتو أستيت. إن الصوديوم هو نازل بالإلكتروكيميكال جريدينت عن اليومنال بوردر، مسك في كارير الناحية التانية، مسك حاجة من خمسة، شوية صوديوم يمسكوا جلوكوز، شوية تانين يمسكوا أمينو أسيد، شوية تلتين يمسكوا أسيتو أستيت. نقلوا لي مجموعة تانية اللي هي بسميها مع بعض العربة الخطيرة، العربة الثالثة. وبقى نفكر أرقام مادة للتأمل، أمينو أسيد، جلوكوز، أسيتو أستيت، فيتامين، نيوتريشنالي امبورتانت سابستانس. يبقى تاخد منها ده، أخدها كلها 100%. إنما بوتاسيوم وكالسيوم نفس نسبة الصوديوم 65%، 2/3. البايكاميت نفس الرقم بتاع الهيدروجين، هتفهم ليه 85%. دي اهم صفحه في الكيدني يا ولاد. لو واحد يقول لي اشرح لي صفحه واحده وبعد كده انا هقرا واحاول افهم، مش هشرح له غير دي. هقول له الاول خد بالك ان الله ضد الاسراف والمسرفين، فهناك قاطره وهي الصوديوم، وثلاث عربات بيجرها الصوديوم بالقطار ببلاش على حساب القاطرة. الصوديوم يا أولاد بيدفع فيه 90% من طاقة الكدني. وليه ربنا اختار الصوديوم؟ فهمتك، لأنه أكتر كريستالويد في الجسم وحجمه صغير جدا، فعندنا جزيئات تكفي تعمل كل الكلام ده، لأن مش نفس الجزيء بيعمل كل حاجة، شوية يعملوا دي وشوية يعملوا ده، كلهم صوديوم. فبدأنا الأول بالقاطرة، بندفع في مادة واحدة اللي هي الصوديوم at one border اللي هو البيجر وترا بوردر. كل جزيء صوديوم يدخل جوه الخلية is immediately pumped عند البيجر وترا بوردر، هو دي الـ primary active transport، بحيث ان تركيز الصوديوم في الـ tubular cells قليل جدا. فأول نقلة بتبقى from higher to lower، يبقى along electrochemical gradient. قلنا ليه electro for concentration و electrical gradient، فيسموه along الكتروكيميكال جديد. ليه؟ لانك بتاخد الصوديوم بيسبق الكلورايد، فلسه الكلورايد هيجي وراه بعد شويه، يبقى هنا الكلورايد نيجاتيف يروح ساحب الصوديوم بوست الونج الكتروكيميكال جديد. اللي فاهم، وعشان النقله دي تبقى ببلاش اللي فاهم قوي، كان لازم نفقد نخسر شويه صوديوم في البول من 1-4% عشان يبقى هنا اعلى من السيل، فتبقى تدفع بس عند البيجر وترا بوردر. دي القاطره. نيجي لعربات القطار، وانت بتاخد الصوديوم خد بالك عند التو بوردرز نفس الكارير اللي بيرمي الصوديوم في اتجاه بيرمي بوتاسيوم هيدروجين في الاتجاه الاخر. وقلنا بفهم عميق، يبقى ده الاول اللي نسميه سكندري اكتف سكريشن. ليه سكندري؟ لانه على حساب الصوديوم، وليه سكريشن؟ لانه في الاتجاه الثاني او كاونتر ترانسبورت تو سبستانسز ان تو دايركشن. اكتر حته تلخبط في الكليه، اسال كثير من الزملاء هيلخبطوك، مش هما الاثنين بيحدثوا في نفس الحته بالنفرون، واحده في البروكسيمال والثانيه في الديستال، ولا عند نفس البوردر، واحده عند اليومنال بوردر والثانيه عند البيزو واترا بوردر. انما فهمتها لاجيال وبالتالي حفظوها. في جسد لا ينتج غير اسيد، يبقى تبتدي بمين؟ بالتخلص من الهيدروجين. يبقى الهيدروجين في الاول بروكسيمال، يبقى البوتاسيوم بعدين في الديستال، فاول بوردر لومينال بوردر، لما البوتاسيوم بعدين في البيزو واترا بوردر. دي العربه الاولى للقطار. نيجي العربه الثانيه، هنا بناخد 3 صوديوم في صوديوم بوتاسيوم بامب، وهنا 2 بوتاسيوم، يبقى انهي ناحيه مور بوزيتيف؟ ناحيه الصوديوم. فالصوديوم البوزيتيف يسحب وراه باسيفلي كلورايد نيجاتيف، فلما صوديوم كلورايد يسحب وراه ميه بالاسموزس، الملح ياخد ميه بالاسموزس، فلما تسحب ميه من اليومن كميه ميه في اليومن تقل جدا، فتركيز البولينه الوحشه اليوريا يزيد في اليومن انك سحبت الميه من اليومن. ف
فيبقى تركيز البولينة أعلى من تركيزها في الدم، فنصها يرجع للدم. بولينة وحشة عشان كده سموها باك ديفيوجن، بس هنفهم ليه ربنا عمل كده. وخد بالك دي بقى باسيف ري ابزوربشن، مش عاوز أي حاجة لا كالوري ولا أي حاجة، عشان كده دي تحصل باراسيلور. باراسيلور هي دي بقى اللي باراسيلور، دي القاطرة الثانية. القاطرة الثالثة مجموعة تانية من الصوديوم، تالتة آسف، هتقسم روحها للمجموعات دي. شوية صوديوم يمسكوا جلوكوز، فالصوديوم هو نازل بالالكتروكيميكال جريدينت، الكارير ماشي معاه غصب عنه، ماشي معاه جلوكوز فروم لور تو هاير، فيسموها سكندري اكتيف ترانسبورت، كو ترانسبورت. كو يعني مع تو سبستانس ان ذا سيم دايركشن، تو سبستانس ان ذا سيم، دول كانوا ان اوبوزيت. في كام مجموعه هنا؟ في عندك جلوكوز وامينو اسيد واسيتو اسيت وفيتامين. انا حافظهم ليه؟ ممثلين للحاجات الغذائيه، جلوكوز عن الكربوهيدرات، امينو اسيد عن البروتين، اسيتو اسيت عن الفيتامينز، عن اللي فات ومعاهم فيتامينز. حتى النسبه ماده للتامل، موازنه اهميه غذائيه، ربنا ما هيخسر، استغفر الله العظيم، الكمال لله وحده 100%. معاهم بوتاسيوم وكالسيوم 65%، نفس نسبه الصوديوم ثلثين الكميه، والبايكربونيت 85%. وده فين ده كله؟ ده افهم، دي حاجات مهمه، فدي كلها في البروكسيمال كوميونيتي تيبيول. لو قلت دي بس يا اولادي بقى كفاني في هذه المحاضره، بس اعيدها مرارا وتكرارا عشان تفهم. الصوديوم هو القاطره، 90% من طاقه الكليه بتدفع في الصوديوم، ثم ثلاث عربات اساسيه، كل عربه فيها تفاصيل، فيها عربات ثانيه صغيره سكندري للصوديوم. اثنين كاونتر ترانسبورت، فاهم علاقتهم ببعض، هيدروجين بوتاسيوم، وتبتدي بالهيدروجين، بيبقى عند البروكسيمال في اليومينال، البوتاسيوم عند الديستال في البيزولاتر. ثاني عربه ان ورا الصوديوم تاخد كلورايد نيجاتيف اللي هو الباسيف ريابزوربشن، وراها ميه بالاسموزيس، وراها يوريا انها تركزت وبعد ترجع نصها باك ديفيوجن. ثالث عربه ان بقى في البروكسيمال عند اليومينال بوردر ان الصوديوم معاه يقسم روحه بقى، شويه يمسكوا جلوكوز، وشويه يمسكوا امينو اسيد، وشويه يمسكوا اسيتو اسيت، ادي مواد غذائيه الثلاثه، وشويه فيتامين، يعملوا لك كومبليت ابزوربشن. وشويه بعد كده يمسكوا بوتاسيوم او كالسيوم 65%، وشويه بايكربونات 85%. ده الرسمه دي بقول حصاد السنين، يعني عشان ارسمها خدت وقت. طيب ايه اصعب حته فيها بقى؟ تعال نشوف حاجه رائعه. قصه البوتاسيوم والهيدروجين، دي هتبقى هي القصه الاهم يا اولاد. ماذا يحدث للبوتاسيوم والهيدروجين عند البروكسيمال كونفليكت تيبيول وعند الديست؟ نبتدي بالبروكس. لو عندك قوه ملاحظه ركز على البوتاسيوم والهيدروجين بس. احنا قلنا الهيدروجين بنتخلص منه في الاول في البروكسيمال عند اليومينال بوردر، اهو بناخد صوديوم ونرمي هيدروجين فين؟ في البروكسيمال عند انهي بوردر؟ عند اليومينال بوردر. وقلنا كام؟ 85% من الهيدروجين اللي بينتجه الجسم لا تؤجل عمل يوم الغد، ربنا كل الاعمال بيعملها في البدايه في البروكس. واقول لك حاجه بما يثبت انه وراء الخلق خالق، لما اجي في الجاسترو انستينال تراك هنلاقي معظم الاعمال بتحصل في اول حته في الانتستين، سمول انتستين اول حته في السمول انتستين. يبقى ده ولاد الطبيعه اللي بتخلق، يبقى قوه عاقله. احنا بنقول لا تؤجل، لا تؤجل اعمال مهمه تعملها حالا. معظم اعمال الكليه بتحصل في البروكسيمال كونفليكت تيبيول. ثلثين الصوديوم 65% من الصوديوم بناخده في البروكسيمال كونفليكت تيبيول. وبعدين نرمي بقى شويه منه، شويه لان الصوديوم ده كتير قوي. يرموا 85% من الهيدروجين. كاونتر ترانسبورت في البروكسيمال عند اليومينال. حلو؟ تعالى بقى افهمك ليه البايكربونيت اللي عملنا له ري ابزوربشن كان 85% برضه. افهم معدل بسيطه جدا دي. جوه التيوبولار سيلز الكربون دايكسايد اللي جاي من الميتابوليزم بتاع الخليه، اي خليه بتطلع كربون دايكسايد في الميتابوليزم، وشويه كربون دايكسايد جايين من اليومين، هنبقى نقول منين لما نيجي الهيدروجين اين، هيدوبوا مع الميه، اسهل تفاعل خدناه في البايوكيمستري، كربون دايكسايد بلس ووتر بمساعده الكربونيك انهيدريز هيدي كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لبايكربونيت وهيدروجين. يبقى كربون دايكسيد مع ميه بالكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد. خد بالك المحاضره دي بقول فيها
90% معلومات الكلية، وبعد كده المحاضرات التانية نعيدهم تاني بقى مادة مادة، بس تفهم فيها العملية على بعض اللي بحبها تملي جلوبال، يبقى فاهمين مش حافظين. كربون دايكسايد بلس ووتر بمساعدة الكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد لبايكربونيت وهيدروجين. طيب هنرمي الهيدروجين في تبادل مع الصوديوم، ده اللي قلناه عند اليومينال بورد كاونتر ترانسبورت في البروكسيمال عند اليومينال 85%، وهذا وناخد البايكربونيت، عشان كده قصاد كل جزيء هيدروجين ايون بيخرج بتاخد قصاده جزيء بايكربونيت، عشان كده دي 85 ودي 85، اديك فهمت ليه. طيب والبايكربونيت ده يجي معاه مين؟ الصوديوم، الصوديوم اللي امتصيته ده هيجي مع البايكربونيت، يبقى عملت صوديوم بايكربونيت اللي هو عارف بيسموه ايه في سنه اولى؟ الالكاليزات. يبقى في ضربه واحده حققنا غرضين، خلصنا من الهيدروجين في اليومن وزودنا الالكاليزات في الدم. وبقولها بجمله لا تنسى اولاد، في جسد لا ينتج غير احماض، مطلوب ايه؟ مطلوب شيئين، ان نتخلص من الهيدروجين في اليومن ونزود الالكالي في البلد، نخلص من الاسيد، جسم ما بينتجش غير اسيد، نخلص من الاسيد اللي هو الهيدروجين، نخلص من الاسيد اللي هو الهيدروجين في اليومن، وفي البلد نزود الكالسيوم والصوديوم بايكربونيت اهي في ضربه واحده. ده دي هي العماد بتاع المحاضره بتاعه الاسيد بيز بالانس، ان الكربون دايكسايد ليه مصدرين في التيوبولار سيل، من الميتابوليزم بتاع التيوبولار سيل نفسه او جاي من اليومن، هنبقى نعرف بعد كده منين. سي او 2 بلس ووتر يدي كربونيك اسيد، يبقى ديشيتد لبايكربونيت وهيدروجين. العب بقى اللعبه الرائعه، ارمي الهيدروجين كاونتر ترانسبورت مع الصوديوم، وخد الصوديوم مع البايكربونيت، يبقى خلصت من الاسيد في اليوم اللي هو الهيدروجين هيدروجين، وعملت الكاليزير في البلاند في جسد لا ينتج غير اسيدز، خلصنا من الاسيد وعملنا الكاليزير في البلاند. ولكل مولكيول هيدروجين بنخلص منه هنا في مولكيول بيبقى بايكربونيت، عشان كده دي 85 و85. لو عندك ذاكره، امال البوتاسيوم حصل له ايه في البروكسيمال عند اليومينال بوردر؟ لا، البوتاسيوم كان حصل له كو ترانسبورت، كنا الصوديوم عند اليومينال بوردر في البروكسيمال بياخد، قلنا فاكر 100% جلوكوز وامينو اسيد، انسى ده مش عاوزينه، اسيتو اسيتات، وكان 65% بوتاسيوم او كالسيوم. يبقى البوتاسيوم عند البروكسيمال مش بيحصل له كاونتر ترانسبورت كو مع الصوديوم، وفين؟ عند اليومينال بورد زي الهيدروجين، بس بالعكس الهيدروجين كاونتر ترانسبورت، ده كو ترانسبورت بناخده وعند اليومينال بورد. طيب تعالى بقى في ديستال كونفوليوت تيبيول، كنا قلنا الديستال كونفوليوت تيبيول والكولكتنج تيبيول فيها نوعين من السيلز، بي سيلز واي سيلز. فالبي سيلز اللي هي البرنسبل سيلز، معظم الخلايا هي دي اللي بتعمل كاونتر ترانسبورت، يعني ناخد صوديوم ونطلع بوتاسيوم. فين الكلام ده؟ في الديستال. فين؟ عند البيزو لاترا بوردر، في الديستال عند البيزو لاترا بوردر. امال الهيدروجين هنا بيحصل له ايه؟ دي نقطه، ما اقول لك دي اصعب نقطه تسال فيها الزملاء متلخبطين فيها. مش احنا يا اولاد قلنا 90% من طاقه الكليه بتدفع في الصوديوم، الصوديوم بيكونسيوم 90% من الانرجي بتاعت الكليه. واحد سالني امال بقيه الطاقه فين؟ فور فاينل ادجستمنت الديستال كوليكتنج اخر حته بتعمل ضبط نهائي في الهيدروجين. فالهيدروجين لوحده بنعمل له بالانتركاليتد سيلز اللي هي قلنا محشوره ما بين البرنسبل سيلز، بيحصل له برايمري اكتف سكريشن، يعني بنرميه لوحده بندفع فيه طاقه، هو هنا القاطره 10% من طاقه الكليه في ضبط اهم حاجه اللي هي الهيدروجين. يعني معظم الهيدروجين بترميه ببلاش على حساب الصوديوم، 85% في البروكسيم و10% في اللوب اوف هانل، في بطل فاضل 5%، دول بقى تظبط، عاوز ترمي قد ايه بالظبط؟ دول اللي تلعب فيهم بقى، خمسه اقل من خمسه شويه ان سو اون. ده في اخر حته في الديستال كولكتر بالانتر كاليتد سيلز برايمري اكتف سكريشن، انما البي سيلز بتعمل سكندري اكتف سكريشن على حساب الصوديوم مع البوتاسيوم. والاثنين دول تحت تاثير الالدوسترون.
طيب طالب قال لي انا اتلخبطت شويه، قلت له لا معايا ما اتلخبطش ابدا، المهم ما تفقدش الثقه يا اولاد، بس روم واز نوت بيلت اون وان داي. يعني ما اقدرش اقول لك معلومات من اصعب ممكن في الطب في اول دقيقه، نقولها الاول وبعدين اوريك ازاي تجمعها، زي ما قلت لك في اول رسمه بوتاسيوم ومغنيسيوم وعملت في الاخر جمعتها لك. خد بالك بقى من الاتي، الجدول الصغير ده بمليون جنيه في فهم الكدني. كل زميل يجي يقول لي انا فاهم كدني اقول لي احكي لي قصه الهيدروجين بوتاسيوم في النفرون. خد بالك اشمعنى انا بنقي الهيدروجين بوتاسيوم؟ لان دول يا اولاد اللي بيظبطوا البي اتش ده. احنا العرب فاهمين ربنا حط كل حاجه على ميزان، ففي الهيدروجين ممثل عن الاسيدز والبوتاسيوم عن الالكل. جسدك ينتج ايه؟ اسيد بس. اذا افهم يبقى الهيدروجين في البروكسيمال وفي الديستال هما الاثنين سكريشن، مفيش حاجه اسمها هيدروجين ابزوربشن. في جسد لا ينتج غير هيدروجين، يبقى الهيدروجين لازم يحصل له سكريشن. طيب تحب تؤجل عمل ولا تعمل معظم العمل في الاول؟ معظم العمل في الاول وببلاش. يبقى 85% من الهيدروجين هيبقى سكندري اكتف سكريشن على حساب الصوديوم في الاول. فين؟ في البروكسيمال. فين؟ في الاول عند اليومينال بوردر. بينما 5% بس لوحده مش على حساب الصوديوم. برايمري اكتف سكريشن، برايمري فين؟ في الديستال. بمين؟ بالانتركريتد سيلز تحت تاثير الدوسترون. البوتاسيوم مش كده يا ولاد، ده بالعكس البوتاسيوم انا عاوز احتفظ بيه لانه ده الكلي. ففي البروكسيمال 65% منه بيمتص مع الصوديوم، سكند اكتف ري ابزوربشن ده 65%. كو ترانسبورت مع الصوديوم يمتص. طيب وبعدين في الاخر بعمل فاينل ادجستمنت، ارمي شويه هيدروجين ومعاهم شويه بوتاسيوم او شويه هيدروجين ومعاهم شويه بوتاسيوم اكتر او اقل. يبقى في الديستال هو اللي سكند اكتف سكريشن، بوتاسيوم معظمه ري ابزوربشن في البروكسيمال مع الصوديوم. وشويه قليلين في الديستال سكند اكتف سيكريشن كاوتر ترانسبورت. وقلنا فين؟ في الاخر في الديستال. فين؟ في الاخر عند البيزو اترا بوردر بالبي سيلز تحت تاثير الالدوستيرون. بقولها بجمل الطلبه ساعات بيقولوا لي بنفتكر الجمل بتاعتك. البوتاسيوم ده تلقيح جتت يا اولاد، ده بقى قال انا مش دافع حاجه، انا ملقح جتتي على الصوديوم. سواء ري ابزوربشن في البروكسيمال هيبقى على حساب الصوديوم، سواء سيكريشن في الديستال على حساب الصوديوم، بس ليه ابزوربشن في البروكسيمال عند اليومينال، الديستال عند البيزو لاترال بوردر. وهقولها لك بطريقه بسيطه جدا. بص لي يعني. انت جسمك لا ينتج غير اسيد، يبقى حضرتك عاوز تخلص من الاسيد، مفيش حاجه اسمها هيدروجين ري ابزوربشن، تقولها دي يبقى انت مش فاهم حاجه. الهيدروجين سكريشن في البروكسيمال وسكريشن في الديستال. معظمه في البروكسيمال في الاول، في البروكسيمال معظمه في الاول في عند اليومينال بوردر على حساب الصوديوم. المعظم ما انتش دافع فيه حاجه، معظم الهيدروجين السكندري اكتف سكريشن يعني على حساب الصوديوم في البروكسيمال في اليومينال بوردر، وشويه في الاخر سكريشن برضه في الديستال بس لوحده بقى بالانتركريتد سيلز الخلايا المحشره. برايمري اكتف سكريشن 5%. انما البوتاسيوم مش كده يا اولاد، البوتاسيوم ده اساسا كاليوم قلوي، وانا جسمي بينتج اسيد عاوز احتفظ بيه، فمعظمه 65% باخده في البروكسيم مع الصوديوم. وعاوز بقيه القصه؟ و 25% مع الصوديوم في اللوبوفينيل، يبقى ادي 90% كو ترانسبورت مع الصوديوم في البروكسيمال وفي اللوبوفينيل. خدنا معظم البوتاسيوم قلوي لان انا جسمي بينتج اسيد اخد من قلوي، بس الضبط النهائي بقى عاوز اظبط ارمي شويه هيدروجين ومعاهم شويه بوتاسيوم قد ايه عشان نظبط. يمكن خدت كتير اكتر من ينبغي، ما انا مش عاوزها برضه تروح ناحيه الكالوزيس. فخدت معظم البوتاسيوم 90% بوتاسيوم، 65% الثلثين تقريبا في البروكسيم على حساب الصوديوم، والثلث في اللوبوفين على حساب الصوديوم. خدت لزوم التظبيط في الديستال ممكن ارمي شويه بوتاسيوم، شويه بوتاسيوم سكندري اكتف سيكريشن على حساب الصوديوم في الاخر، في الاخر فاينل في الديستال. فين؟ في الاخر عند البيزو لاترا بوردر. ادي قصه الهيدروجين بوتاسيوم. اي بيت يو اللي مش هيسمع هذا الفيديو من الزملاء عمره ما هو فاهم هيدروجين بوتاسيوم.
very confusing للي مش فاهم, very clear للي فاهم. في جسد لا ينتج غير acids, يبقى الهيدروجين سكريشن في البروكسيمال وسكريشن في الديستال وفي اللوبو فيمين, كله سكريشن. نبتدي ربنا لا يؤجل المعظم في البروكسيمال, في الاول في البروكسيمال للهيدروجين نرميه في الاول عند يومنا بوردر على حساب الصوديوم 85% وكذا 10% في اللوبو فيمين. يبقى كام؟ 5%, 85 و10 يبقى 95, فاضل 5. 5 دول بقى ترميهم كلهم, ترمي 4, ترمي 4 و8 من 10, ده بقى الهيدروجين سكريشن برضه بس بدافع فيه فلوس, برايمري اكتيف سكريشن في الديستال وكولكتنج بالانتركاليتد سيلز. خلاص, يبقى الهيدروجين في جسد لا ينتج الاسيد سكريشن سكريشن سكريشن. 85% في البروكسيمال اول, في البروكسيمال في الاول عند لومار بوردر, 10% في الاوفن السكريشن ده على حساب الصوديوم, و5% على حساب نفسه في الديستال بالانتر كولكتنج اصح, لان هي اللي فيها الانتركاليتي كولكتنج وديستال, بس ركز على الكولكت بالانتركاليتد سيلز. يبقى الهيدروجين ايه يا اولاد؟ سكريشن. نيجي البوتاسيوم, بالعكس انت جسمك بينتج اسيدز يبقى تحتفظ بالالكالي والبوتاسيوم. خد تلتين البوتاسيوم 65% تلتين تقريبا 66 على تلتين في البروكسيمال و 25% في اللوبو فينل, وهي على فكره نفس نسب الصوديوم, الصوديوم 65% في البروكسيمال و 25% في اللوبو فينل, خدتهم ري ابزوربشن على حساب الصوديوم كو ترانسبورت مع سكند اكتيف ري ابزوربشن. ري ابزوربشن في الديستال بقى بتظبط روحك, ممكن ارمي شويه بوتاسيوم عشان اظبط روحي. يبقى هنا لاول مره في البوتاسيوم سكند اكتيف سكريشن, اول مره كان اول ريابزوربشن الكالي, الجسم بينتج اسيد في الاخر سكريشن برضه على حساب الصوديوم. بس فين بقى السكند اكتيف سكريشن؟ في الاخر في الديستال. فين في الاخر؟ عند البيزو واتر بوردر برضه اندر الكنترول اوف الدسترول. فبقول لك جمله لم ينساها الطلاب, ان البوتاسيوم اوعى تنساها مع حياتك, تلقيح جتت, لانه عارف ان احنا عاوزينه بننتج اسيد عاوزينه, القصه كلها تلقيح جتت كله, سواء سكندري اكتيف ري ابزوربشن على حساب الصوديوم عاوزين, احنا جسم بينتج اسيد عاوز الكالي, بوتاسيوم كاليوم, كاليوم كي من كاليوم كا 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 كالوي, قلت اصلها عربي, نفس اعداد الصوديوم 65% في البروكسيمال, معظم في البروكسيمال, ثم 10% في اللوبو فين, يعني 25% في اللوبو فين للاسف, يبقى 90, والباقي بقى شوف انت عاوز تخلص بقد ايه. يبقى بدل ري ابزوربشن, ري ابزوربشن في البروكسيمال 65%, 25% في اللوبو فين وشويه صغيرين في الديستال, ده لاول مره لان الاساسي ابزوربشن, نرمي شويه لزوم التظبيط, نرمي شويه نرمي شويه نرمي شويه اهو خلاص لزوم التظبيط, ده في الديستال والكولكتيف بالبي سيلز عند البيزولاترا بوردر تحت اسيل الدسترول. انما الهيدروجين لا, جسم ينتج اسيد سكريشن 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 في الثلاثه, 85% في البروكسيمال, 10% في اللوبو فينل على حساب الصوديوم, انما ال 5% الاخرانيين اللي في الكولكتنج والديستال بالانتركيتد سيلز على حساب روحه, برايمري اكتيف سكريشن. هذه أصعب حاجة في الكدني, إذا فهمت دي هتبقى فاهم الكدني. فأقولها مرة خمسة بفهم مش بحفظ, في جسد كم أنا أقول وأنت كمل, لا ينتج إلا أنا سمعك أسيدز, يبقى مطلوب نتخلص من الأسيد اللي هو الهيدروجين ونحتفظ بالألكلي اللي هو البوتاسيوم والبيكربونات. لو شفت كل آين نرميه هيدروجين ناخد بيكربونات وبنحتفظ بالبوتاسيوم أساسا. نسب الهيدروجين تعمل عمل ربنا بيعمل معظم العمل في الاخر, لا تؤجل عمل اليوم. 85% من الهيدروجين يترمي في البروكسيمال في الاول, في الاول يعني عند اليومينال بوردر في الاول على حساب الصوديوم سكند اكتيف سكريشن, 10% في اللوبو فيرين وصلنا 95, 5% في الاخر برضه سكريشن بس على حساب روحه برايمري اكتيف سكريشن. يبقى الهيدروجين سكريشن سكريشن سكريشن,
85% 10% 5% بس في اخر 5% على حساب روحه برايمري اكتيف سيكريشن بالانتركريتد سيلز تحت تاثير الالدوسترون. البوتاسيوم لا ده الكالي تحتفظ بيه معظمه بنحتفظ بيه ناخد 95% 65% في البروكسيمال كلتين 25% في اللوب 65 وبعدين 25 ما تلخبطش اعداد وصلنا 90 في الاخر 10 دول بقى اللي نعملهم كاونتر ترانسبورت سكندري اكتيف سيكريشن في الاخر في الديستال في الاخر في البيزولاترا مع الصوديوم. والقصه كلها في حاله البوتاسيوم كلها تلقيح جتت على حساب الصوديوم انما في الهيدروجين 5% بس مش على حساب الصوديوم اللي في الاخر عشان كده قلنا الصوديوم بيستغل فيه 90% من الطاقه في الكتل. ده القصه يا اولاد وجدول رهيب. يبقى الهيدروجين اهي بص لهذا الجدول كويس قوي وتامله كده شوف انا هقربه لك عشان تبقى تشوفه كويس. يبقى هنا اهي الهيدروجين سكريشن في الحالتين بس في البروكسيمال سكندري اكتيف سكريشن على حساب الصوديوم 85% اللي مش واضحه اللوبو فانيل هنا كانوا 10% بعدين برايمري اكتيف سكريشن في الديستال بالانتركاليتد ديسك انما البوتاسيوم كله تلقيح جدا وفي معظمه كان ري ابزوربشن للثلثين 65% في البروكسيم خلاص على حساب الصوديوم كو ترانسبورت 25% في اللوبو فانيل اللي مش واضحه هنا وفي الاخر سكندري اكتيف سيكريشن برضه على حساب الصوديوم كاونتر ترانسبورت بس في الاخر عند البيزو هاتر بورد بس ادي القصه. طيب واحده برضه من الرسومات الرائعه وعشان بقول لك هتفهم كويس قوي نعيد نفس القصه دي تاني بقى زي ما بقول لو عرفت الصفحه دي ولو قدرت يعني بليز زي ما كنت بقول لزملائكم في الكاردياك سايكل بقول لكم انتوا هنا انه لا ما تصورهاش صوره عاديه من فضلك، الصوره دي تصورها باكبر حجم ممكن في مكاتب التصوير وتحطها في الاوضه عندك لان دي بتشرح الكليه كلها بتعمل ايه. الكليه يا ولاد فانكشنالي عباره عن ده الشرح اللي بعد كده هاخد كل حاجه واقول قلت عليها ايه. أنا قلت عشان ما تنساش إن القاطرة هي الصوديوم بيبذل فيها 90% من الطاقة وبنمتص معظم مش كل الصوديوم قلنا ليه بنسيب شوية صغيرين في اليوم أنت فاهم يعني الصوديوم مش كومبليتلي أبزوربد والصوديوم هو ده اللي مسؤول عن الأوزموتيك بريشر بتاع البلاد أساسا لوحده مسؤول عن النص مع الكلورايد والبيكربونات الحاجات النيجاتيف مسؤول عن 100% عشان كده حتى تركيز الصوديوم للي بيسمعني أول مرة الاوزمولاريتي بلاب 290 ملي ازمول بير لتر ما خدش بالك ان الصوديوم النص نص 290 145 ملي ايكوفالنت بير لتر هو لوحده مسؤول عن النص اوعى تنسى المعلومه دي للي يسمعاني اول مره الاوزمولاريتي 290 ملي ازمول بير لتر الصوديوم هو اهم بوزيتيف 145 ومعاه حاجات ثانيه نيجاتيف كلورايد في المعظم 110 بايكربونات بتبقى من 22 ل 26 وشويه حاجات تانية مسؤوله عن ال 145 التانية. لدرجه بقول للطالب الذكي يا اولاد لو عاوز تعرف الاوزمولاريتي بلاب ما تكلفش العيان قيس الصوديوم تضرب عصفورين بحجر واحد تعرف الصوديوم واضرب الصوديوم في اثنين يبقى هو ده الاوزمولاريتي 145. طيب معلومه رابعه واخيره عن الصوديوم لما يجي لنا لما نيجي في سؤال الصوديوم هقول لك لازم تحط اربع معلومات في الاول. انك بتمتص معظم الصوديوم اكتر 99% من الصوديوم تقريبا بتعمل له ري ابزوربشن بتصرف فيه كام هو القاطره بتصرف فيه كام في المية من الطاقه تمتص من 96 ل 99% من الصوديوم 96 الى 99 طبعا مش كل الناس بقى حسب في واحد كان ملح كتير ملح قليل بتصرف فيه 90% من الطاقه دي تاني معلومه. تالت معلومه هو المسؤول عن نص الاوزمولاريتي بتاعت بلاد. تالت معلومه رابع واخر معلومه في المقدمه بتاعت الصوديوم ان امتصاص الصوديوم في ده هو القاطره هو القاطره في كل النفرون بيبقى اكتف. امال امتى لا نمتص الصوديوم ومفيش اكتف ابزوربشن في حته واحده بس انت عارفها من اهم الاسئله في الام اس كيو اللي ما تنفعش يتعمل فيها حاجه اكتف فكرت عرفت الاجابه الثين بارت اوف لوب اوف هانيل
لانه في فلات سيلز، الفلات سيلز عمرها ما عملت اكتف وورك. يعني يقول لك الصوديوم برايمري اكتف ترانسبورت، هو الاساس، هو القاطره برايمري اكتف، وراه الثلاث مجموعات الاساسيه. في الحته الوحيده اللي ما بيمتصش فيها الصوديوم اكتف، لان ما فيش اساسا صوديوم شانلز الثيم بارت اوف ذا لوب اوف هيلن، هي فلات سيلز ما تعملش اي اكتف وورك. ذكرني بالاربع جمل تاني. يلا الابزوربشن بتاع الصوديوم 96 الى 99% من الصوديوم بنمتصه يصرف قد ايه في الطاقه؟ 90%. دي تاني معلومه، هو البرايمري اكتف في كل النفر. طب في الحته اللي لا يمتص فيها؟ في الثيم بارت اوف ذا لوب اوف هيلن، لان مفيش صوديوم شانلز في الديسندنج، وفي الحته في الاسندنج بيمتص باسيفلي، انما مش اكتف. يعني الثين اهي في الديسندنج ما عندوش شانل خالص، فيش امتصاص الصوديوم. في الثين اسندنج اه يمتص بس باسيفلي، باسيف الحته الوحيده اللي باسيف. يبقى ممكن تقول الاتي: كل الاجزاء للصوديوم بتبقى برايمري اكتف ترانسبورت ما عدا الثين بارت اوف لوب اوف هيلن، ده تقسمه اثنين. الثين ديسندنج مفيش امتصاص خالص لان ذير از نو بوتاسيوم شانل. الثين اسندنج اللي هي الحته دي باسيف، يبقى الثين بارت مفيش اكتف، يا اما مفيش خالص لا اكتف ولا باسيف في الديسندنج، يا اما باسيف في الثين اسندنج. فانكشن يا اولاد النفرون بيقسموها الى ثلاث اجزاء: بروكسيمال تيبيول، لوب اوف هيلن مع اول حته في الديستال ايرلي ديستال، اهي ده فانكشن حاجه واحده، وبعدين اخر حته اللي هي الليت ديستال مع الكولكتنج تيبولز. يبقى تاني يا اولاد، يبقى الكليه فانكشنلي ثلاث اجزاء: بروكسيمال، لوب اوف هيلن مع اول حته في الديستال، اخر حته في الديستال مع الكولكتنج. في صفحه واحده هشرح لك الكليه كلها وانت عرفت معظم معلوماتها. طالب اللي فاهم انا بقول ايه، وان انا بشرح ان وراء الخلق خالق معظم الاعمال ربنا بيعملها فين؟ في اول جزء ولا في ثاني جزء ولا في ثالث جزء؟ انا مستني الاجابه منكم. تلتين اعمال الكليه، لان تلتين الصوديوم بيمتص في البروكسيمال تيبيول اللي هو القاطره. تو ثيردز من الاعمال دي في البروكسيمال، لا تؤجل عمل اليوم الغد. طيب تعال اتفرج بقى معايا. البروكسيمال تيبيول للاسكياء بنقسمها الى حتتين، فيرست هاف وسكند هاف. البروكسيمال في جزء اولاني في جزء تاني. طيب في الجزء الاولاني حصل الاتي: بناخد الصوديوم، كام في الميه من الصوديوم؟ 65% من الصوديوم، اللي هو تلتين الصوديوم، وراه بقى المجموعه اللي قلناها دي، شويه صوديوم ياخدوا بوتاسيوم او كالسيوم بنفس النسبه 65%، والنيوتريشن الامبورتنت سبستانس اللي هندرس منهم اثنين بس، جلوكوز وامينو اسيد. لكن انت عارف دي في حاجات ثانيه ما بيذكروهاش في جامعاتنا اللي هي زي الاسيتو اسيد، 100% ده نيوتريشن امبورتنس. وناخد انت فاهم الرقم ليه؟ 85% من البايكربونات، ما ده اللي قلناه، ده اللي قلناه ولا دي القاطره العربة القطار الاولى. فين الحاجات دي؟ خد بالك الصوديوم اللي هو اهم ماده بيمتص 65% منه، بص بقى للاوائل مش في البروكسيمال، في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال، في النص الاولاني، في اول حته 65%، تلتين اعمال الكليه مش تحصل في البروكسيمال، في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال. يبقى بناخد ثلاث ارقام: النيوتريشنال امبورتنت زي الجلوكوز وامينو اسيد 100% مع الصوديوم، اهو شايف كاتب لك اهو جلوكوز الناحيه الثانيه صوديوم، امينو اسيد الناحيه الثانيه صوديوم 100%. المينرالز زي ما هو الصوديوم مينرال نفس النسبه 65% اهو نفس النسبه. الهيدروجين انت فاهم ليه؟ للاسف البايكربونات زي الهيدروجين 85%. يبقى في كام رقم؟ ثلاثه تحفظهم، لو ما حفظتهمش مع العبد عمرك ما انت حافظهم. تلتين اعمال الكليه مش في البروكسيمال، في اول حته في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال 65% من الصوديوم. القاطره الاولى فيها ثلاث تفصيلات صغيره: المواد ذات اهميه غذائيه غلوكوز وامينو اسيد 100%، ده لازم مش عاوز افهم هرمي غذاء. البوتاسيوم والكالسيوم زي الصوديوم 65% او الثلثين لو جابها لك في الام اس كيو 65 هي تقريبا 2/3. اما الهيدروجين لان لكل جزيء هيدروجين في جزيء بايكربونيت، فبناخد البايكربونيت 85%.
طيب في عربات القطار في البروكسيمال هنا عندي الهيدروجين، فاكر الهيدروجين اللي طول عمره سكريشن بيبقى كاونتر ترانسبورت، هو ده الوحيد، دول كلهم ريابزوربشن، انما ده حصل له سكريشن لكام في المية؟ 65% على حساب الصوديوم سكند ريأكتر. بعد ما تاخد الصوديوم البوزيتيف يجري وراه باسيفلي تلات حاجات وراه، يعني مش معاه، دول مع دول كو ترانسبورت، عشان كده ده في الفيرست بار، ده في الفيرست بار. تاني قاطره اللي هي خدناها ان ورا الصوديوم ناخد كلورايد نيجاتيف، ورا الصوديوم كلورايد ناخد ميه، بعد ما خدنا ميه تركز اليوريا، نص اليوريا ترجع باي باك ديفيوجن. دي فين بقى؟ دي في السكند هاف اوف ذا بروكسيم، دي اللي هي القاطره الثانيه اللي هي قلنا عباره عن تلات حاجات، ورا الصوديوم بناخد كلورايد طبعا بنفس النسبه 65%، طبعا وراهم ميه بنفس النسبه بالاسموزيس يبقى 65%، اليوريا لما تركزت رجع نصها 50%. ده ال proximal tubule. ده سؤال نظري لوحده يجي يقول لك ايه؟ discuss functions of proximal tubule. تشرحها ازاي؟ ترجع للرسمه الاولانيه دي يا اولاد، تشرح القاطره. اهي. صوديوم. ده القاطره. بندفع في الصوديوم عند بوردر واحد اللي هو البيزول هاتر برايمري هاتر، مع الصوديوم تركب تلات حاجات هنا، بس في قاطره واخدين نصها بس الهيدروجين، لان الهيدروجين بيحصل له سكريشن هنا، امال البوتاسيوم هنا بيحصل له كو ترانسبورت، يعني فاهم، هنا سكريشن انما هنا البوتاسيوم حصل له مع الصوديوم كو ترانسبورت، ده الفرق. او القاطره في الايرلي بارت اوف ذا بروكسيمال بتاخد تلتين الصوديوم، اول عربه القطار، يلا قولها معايا، اول عربه في القطار مع الصوديوم تقسمه ثلاث مجموعات، المواد اللازقه الاهميه الغذائيه اللي مكتوب عندنا فيها في الجامعات المصريه جلوكوز وامينو اسيد، لما بقيه الجامعات مكتوبه اسيتو اسيتو فيتامين، دول 100% مواد غذائيه، الرقم نفسه معبر. طب المينرال بوتاسيوم وكالسيوم نفس النسبه 50%، باخد بالك بقى البوتاسيوم اللي هو بيهمنا هنا بقى كو ترانسبورت مع 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 الصوديوم هو او الكالسيوم، بس انا بركز على البوتاسيوم. وبعدين البايكربونات كو ترانسبورت 85%، ادي اللي هي عربه القطار الاولى. طيب العربه الثانيه هنا ناخد نصها بس، ان الهيدروجين في جسد لا ينتج الهيدروجين نعمل له كاونتر ترانسبورت سكريشن، معظمه في البروكسيمال، فين؟ في الفيرست اول حته، فين؟ عند يومنا بورد، يعني كل حاجه اول 85% من الهيدروجين في البروكسيمال، فين في البروكسيمال؟ في اول حته الفيرست هاف، عند انهي بوردر؟ عند يومنا بوردر. طب ثالث عربه قطار، بعد ما ناخد صوديوم والصوديوم ماشي هيروح ساحب وراه الكلورايد نيجاتيف، ده بعد مش مع، دول مع كو يعني مع الباسيف ريابزوربشن ده، واللي هنا الباسيف ترانسبورت ده بعد، فعشان كده ده في الفيرست هاف ده في السكند هاف. بعد ما سحبت صوديوم بوزيتيف راح شادد وراه كلورايد نيجاتيف، شد وراه ميه بقى اسموزيس نفس النسب 65%، نص اليوريا بالباك ديفيوجن. طيب ده وظائف البروكسيمال تيبيول. نيجي بقى اللوبو فينل نص تاني. اللوبو فينل ده جزئين يا اولاد، ده هنشرحه في محاضره الميه، بس نديك فكره عنها دلوقتي، ان الديسندنج الثين ديسندنج ده منفذ للميه فقط، ما فيهوش صوديوم شانلز خالص، مش كده قلنا الحته دي ما فيهاش اكتف صوديوم ريابسوربشن خالص، لا دي ولا الثين اسندنج، الثين اسندنج فيها بس باسف. يبقى مين اللي ما فيهوش اكتف في كل النفرون للصوديوم؟ الثين ديسندنج واسندنج. في الثيك الثين ديسندنج ما فيش خالص، ما فيش صوديوم شانل، تسحب ميه بس خلاص. طيب تعالى بقى ايه، اما في الثيك اسندنج بتاخد 25% من الصوديوم، بس هنا في كارير رباعي تحفظه صم. الكارير هنا بقى بتاع الثيك اسندنج والايرلي بارت اوف ذا ديستال شيل اربع حاجات، 2 كلورايد نيجاتيف و2 بوزيتيف، واحد صوديوم واحد بوتاسيوم، 25% تحفظه صم، ان في مرض اسمه بارتر ديزيز او سندروم قائم على ان الكارير ده مش موجود، مرض خطير خلاص، بارتر سيندروم، اوعى تنسى. يبقى ايه وضع الصوديوم هنا؟ خد بالك ان الصوديوم هو الاساس في الكلام،
ان في الثين ديسندنج مفيش صوديوم شانلز خالص، بناخد ميه بس، ميه بس بتطلع. الملح اللي بره في الانترستيشال فلويد ما بين التبيولز بيسحب الميه، ففي الثين ديسندنج بيسحب ميه بس. طيب في الثين اسندنج الصوديوم دي المكان الوحيد اللي بيمتص بيه باسيف، وهشرحها في الميه ليه الحته دي بس باسيف، غير انه فلات ابسيليوم ليه باسيف، دي الحته الوحيده. يبقى الثين ديسندنج مفيش خالص لا باسيف ولا اكتف، لان مفيش صوديوم شانل، دي باسيف. نيجي بقى الثيك اسندنج مع الايرلي بارت اوف ذا ديستال، بناخد الصوديوم في كارير رباعي، بياخد 2 كلورايد، 2 كلورايد وواحده صوديوم فوسفور وواحده بوتاسيوم. طيب بص بقى معايا، في هنا سؤال رهيب، الاسموليتي بتاعه الجلوميرال فلترت، واحد من اصعب الاسئله في الكدني. الاسموليتي بلاب 290 عشان ما نعقلكش خليها 300، ارقام صحيحه. احنا قلنا الجلوميرال فلترت يا اولاد بيبقى فيه كل الكريستالوجز ما عدا البلازما بروتين، انما كل الكريستالوجز عدت، يبقى الفلترت زي البلاب بالظبط 300. بنهايه البروكسيمال، خد بالك كنا خدنا كام؟ 65% من الاملاح معاهم 65% من الميه، يبقى خدت ملح وميه بنفس النسبه، يبقى الفلويد بيسيب البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول 300، يعني ايزو اوزموتيك مع البلاد. ليه؟ لانك بتسحب الاملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلورايد كله، واخد لك من رقم 65 وراه 65% ميه. هفصلها لاجيال. اشهر ثلاث 300، يبقى البلاد 300. سؤال ثاني، الفلتر 300 نهايه البروكسيما اللي هي بدايه اللوكوفانيل 300 ايزو اوزموتيك تو بلاد. طيب احنا قلنا لما هاجي اشرح اللوكوفانيل بيرمي الملح اللي هو الرباعي ده، بيرمي الملح والملح ده بيشد ميه، فتخيل هنا في ملح ودي بتنفذ ميه بس، فالميه تتاخد، يبقى 300 لما يتاخد منها ميه تبقى 400، تاخد منها ميه تاني تبقى 500، تاخد منها مره تاني. اعلى تركيز بيبقى عند التيب اوف لوب اوف هينل بسبب سحب الميه، فسحبها تركزت الاملاح جوه الثين توصل 1200. طيب وبعدين بعد كده يبتدي يطلع الملح تاني، الاول باسيفلي بعدين الكارير يطلع الرباعي. يوصل هنا كام بقى؟ ده رقم بمليون جنيه 100. يبقى تخفف اليورين من 300 اللي هو كان زي البلاط الى 100. فالالمان كتبوا حاجه رهيبه، قالوا ان الثيك اسندنج ده اللي بيحصل فيه اكبر دايليوشن اليورين، سموه الدايليوتنج بورشن اوف ذا نيفرون. دي اللي قلتها في عجاله، اللي قلتها في عجاله هتبقى محاضره كامله بتاعت الميه، انا مش عارفش ميه لسه، انا قلت كلمتين بس، انه ال 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 ديسندنج بيطلع ميه بس لان مفيهوش صوديوم شانلز، الاسندنج بيطلع ملح بس في الثين بارت لانه ثين باسيف وفي الثيك بارت اكتف، الملح اللي بيخرج من هنا بيشد الميه من هنا، فالميه دخلت 300 توصل تحت 1200، يطلع منها الملح ترجع هنا 100، اعلى دايليوشن بيحصل في الكلى. طيب نيجي الجزء الثالث في الديستال تيبيول اللي هو الليد ديستال وكولكت، اللي هي فيها ايه؟ فيها اهم خليتين اتكلمنا عليهم، البي سيلز والاي سيلز. البي سيلز بتعمل ايه؟ برنسبل سيلز اساسيه، تاخد صوديوم تطلع بوتاسيوم، كاونتر ترانسبورت سكندري اكتف سكريشن البوتاسيوم، خلاص ده بالبي سيلز تحت تاثير الالدوستيرون. ده اللي قلناه ان البوتاسيوم امتى بيحصل له سكريشن؟ في كل حته اهو، بص البوتاسيوم هنا حصل له ري ابزوربشن مع الصوديوم، كو ترانسبورت مع الصوديوم 65%، في اللوكوفانيل زي ما قلت لك 25% من البوتاسيوم مع الصوديوم كو ترانسبورت ري ابزوربشن، حصل له سكريشن فقط في الاخر لزوم التظبيط كاونتر سكريشن، وكله تلقيح جدد على حساب الصوديوم، يبقى 65% وعن 25% اتبقى 10% هنا تطلع منهم على اللي انت عاوزه، بتظبط بقى اللي انت عاوزه عشان تظبط تماما البي اتش بالبي سيلز، يبقى في الاخر في الديستال في الاخر عند البيزر واتر بوردر بالبي سيلز تحت تاثير الدوسترون، انما الهيدروجين هنا يا اولاد تظبيط النهائي بالاي سيلز الانتركاليتد سيلز،
برايمري اكتيف عشان ده جزء من طاقه برايمري اكتيف بس برضه تحت تاثير الالدو ستيرون. يبقى حصل في اخر حته تظبيط نهائي للبي اتش اهو، بوتاسيوم وهيدروجين اتنين بيترموا، الاثنين بيحصل لهم سكريشن هنا، بس البوتاسيوم ما زال تلقيح جته على حساب الصوديوم، ده على حساب نفسه. تبدي ترمي قد ايه بوتاسيوم قد ايه هيدروجين بتظبط البي اتش بتاعك، فعندك الحريه. ضبط نهائي للفوليوم اوف يورين عن طريق الاي دي اتش اللي هو بيتحكم في كميه الميه اللي بيحصل لها ري ابزوربشن، هتبقى الميه قد ايه وتمتص قد ايه. الاي دي اتش بيفتح البوابات تاخد الميه اللي انت عاوزها وترمي الباقي، هي بيفتح بوابات الميه واليوريا برضه. شوف هي اليوريا بترجع تاني، هتفهم ليه؟ ما احنا قلنا كان رجع منها قبل كده النص، هتفهم ليه بترجع لما نيجي نحس الميه. ميه يبقى ده تحت تاثير الايه؟ الاي دي اتش الميه. وطبعا لا تنسى ان الباراثورمون برضه كان بيعمل كالسيوم ري ابزوربشن في الاخر. خلاص ضبط نهائي. كالسيوم ري ابزوربشن كل هرمونات هي الباراثورمون الالدوسترون الاي دي اتش في الاخر، لانه انتهى لكم مع الاندوكراين. ضبط نهائي، مفيش حد بيشتغل في الاول هرمون وفانتهى لكم ليها افهمها لك مع البي اتش. انه الباراثورمون بيرمي فوسفيت في الاول عشان يعادل الهيدروجين، مش انت رميت معظم الهيدروجين هنا؟ 85%؟ عشان كده الباراثورمون بيرمي فوسفيت بفر يعادل هذا الهدف. ده الهرمون الوحيد اللي بيشتغل في الاول، انما معظم الهرمونات بتشتغل في الاخر. ليه في الاخر؟ ضبط نهائي فاينل ادجستمنت. وهنا عملت لك تاني ايه الفرق بين البوتاسيوم والهيدروجين. هنا ده برايمري اكتيف سيكريشن في الديستال بالاي سيلز، ده منقح نفسه على حساب الصوديوم. سكندري اكتيف سيكريشن كاونتر ترانسبورت على حساب الصوديوم بالاي سيلز. انما لو بصيت في الاول اهي برضه عاملها لك نفس اصعب حته الهيدروجين والبوتاسيوم. ما يعني اجزم ان معظم الناس مش فاهمها. هنا بالعكس كاونتر ترانسبورت على حساب الصوديوم سيكريشن سكندري اكتيف سيكريشن، انما البوتاسيوم بناخد معظمه 65% هنا، انه لازم ارمي اسيد واخد الكري كو ترانسبورت مع الصوديوم سكندري اكتيف ري ابزوربشن الصوديوم 65 ورجعت اخد هنا كام؟ 25%. البوتاسيوم ارميه بس في الاخر. ليه؟ يبقى عندك اهو بضبط ضبط نهائي. ضبط نهائي البي اتش، فبرمي هيدروجين وتملي الهيدروجين بتاني والبوتاسيوم في الاخر ارميه. واظبط الكميات اللي عاوز ارميها عشان بي اتش يتظبط بالظبط. انما في معظم القصه البوتاسيوم باخد 65%، 25% ده الكالي، ده كاليوم كالوي. وارمي هيدروجين في كل القصه. هقولها تاني ونقفل بكده يا اولاد. ده فكرة مبسطة في لوحة رائعة عن وظائف الكلية. يبقى تاني الكلية فانكشنالي، وبتيجي أسئلة ثلاث أسئلة بس. طبعا واحد احنا ما خلصناش كدني، ده هو هاخد الحاجات دي بقى بالتفصيلات بس. وانت عندك الصورة العامة من ان نعمل زي المحاضرات ناخد كل مادة لوحدها في حتة لوحدها، فمنتش فاهم علاقتها باللي بيحصل. انا اديتك الجلوبال بيكتشر، ودي ما عملهاش غير شخص مستوعب الموضوع تماما تماما تماما. كلها دي مش اي عبط. فانكشنالي يقسم النفرون الى اجزاء ثلاث. بروكسيمال كونفيتيبيول فيها معظم العمل، ثلثين العمل. القاطره هي الصوديوم، وثلاث عربات قطار، حتى كل عربه فيها شويه تفصيلات، يعني مجموعه عربات صغيره. ثم اللوب اوف هاند مع الايرلي بارت اوف ذا ديست، ده الجزء الثاني، ده بتاع الميه، ده بيظبط الميه الكونسنتريشن بتاع اليورين. وبعدين الجزء الثالث اللي هو الليد ديست اند كولكتنج، ده بتاع الفاينل ادجستمنت النهائي. قلت بيلعبوه في النهائي، هنا تشتغل هرمونات تظبط. يبقى عندنا يا اولاد النفرون عباره عن اجزاء ثلاث. معظم العمل في البروكسيمال تيبيول، ثلثين العمل. الصوديوم هو القاطره وثلاث عربيات قطار صغيره. اللوب اوف هانل والايرلي بارت اوف ديستال، ده بتاع الميه، تظبيط الملح والميه اهو، ملح وميه عشان تظبيط الكونسنتريشن بتاع اليورين. عشان كده يسموه ده الدايلوتنج بورشن اوف ذا نفرون. مفيش تخفيف اكتر من هنا. يعني ده اكبر نسبه تخفيف، ينزل من 300%. انت لو بصيت في الاخر اليورين اقل، يعني يوم ما يبقى دايلوتد قوي يبقى 50. يبقى هنا حصل خفض 200 في اللوب اوف هانل
واقصى حاجه تخفضه كمان 50، عشان كده سموا ده الالمان الدايلوتينج بورشن. يبقى لوب فاليو ده بتاع الميه. ثم نيجي للليت ديستال وكولكتنج، ده في الاخر. يبقى تعمل ايه في الاخر؟ الضبط النهائي حيث تشتغل الهرمونات. نعيدها في عجاله كده، عاوزك تعيد معايا بنظام تشوف انت استوعبت ايه. تدي معظم الاعمال بتتعمل في الاول، يبقى فين اسمعها منك؟ في البروكسيمال تبيول، مش في الاول. شوف سبحان الله في العظمه، في اول الايرلي بارت في الام اس كيو او الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال. يعني معظم الاعمال في اول فيرست هاف اوف ذا بروكسيمال. صوديوم الذي هو القاطره يا اولاد، الماده الوحيده اللي بتدفع فيها طاقه، برايمري اكتيف، وفين؟ وان سبستانس ات وان بوردر عند البيزو لاترا، ده الحد الادنى في الاسراف. وراء الخلق خالق يا اولاد. بندفع في ماده واحده اللي هي الصوديوم عند بوردر واحد اللي هو البيزو لاترا 90% من الطاقه. فهمت ال 10% راحت فين؟ شفناها في الهدف. ناخد الصوديوم، طب حط بقى الثلاث عربات قطار. كو ترانسبورت مع الصوديوم اهو، كو يعني معه، يبقى لازم تبقى برضه في الفيرست هاف. نفس الكارير اللي واخد صوديوم 65% واخد معاه حاجه ثانيه، هتقسمهم ثلاث مجموعات بفه. المواد ذات الاهميه الغذائيه اللي هم قلنا في كتبنا بيقولوا جلوكوز وامينو اسيد، ودول اللي هندرسهم فقط. حتى ندرس جلوكوز بس، امينو اسيد كده خلاص هنقول زي الجلوكوز قلناه. انما في اسيتوستيت حاجه ممثله على الفات، في فيتامين، دول 100%. طب المينرال زي المينرال، صوديوم مينرال 65 يبقى البوتاسيوم والكالسيوم 65، وخد بالك يبقى هنا البوتاسيوم حصل له ايه يا اولاد؟ ري ابزوربشن، كو ترانسبورت، صوديوم ري ابزوربشن ده ري ابزوربشن، بس ملقح جتته على الصوديوم. يبقى سكند اكتف ري ابزوربشن مع الصوديوم، بوتاسيوم، ركز في البوتاسيوم، بوتاسيوم ري ابزوربشن، قلوي تاخده. طب بايكربونيت في عشان نخلص القاطره اللي عرب القطار الاولى، البايكربونيت 65 80% فاهم ليه؟ نفس نسبه الهيدروجين، لان لكل هيدروجين اين جاي من الكربونيك اسيد بيبقى قصاده اين بايكربونيت، فلو دي 85 تكتب دي 85. دي كانت العربه الاولى. طب العربه الثانيه خدت صوديوم بوست، دول ليه في الايرلي بارت؟ لانهم مع على نفس الكارير، لازم ادام ده في الايرلي بارت يبقى ده في الايرلي بارت. لما خدت صوديوم بوست بعد شويه يسحب وراه، بعد شويه في السكند هاف، ده مش كو ترانسبورت، مش نفس الكارير، ده جاي باراسيلور، لقى ان في بوستيف كتير فجاري بقى باراسيلور كلورايد ورا الصوديوم 65% ورا الصوديوم كلورايد الملح، تاخد ميه بالاسموس 65% نفس الرقم. الله خدت ميه كتير اتركزت المولينا يرجع نصها، عشان كده سموها رجعت، هي رجعت تاني سموها باك ديفيوجن. ثم اهم عربه، العربه الثالثه، انك انت في جسد لا ينتج غير اسيد لازم تاخد صوديوم وترمي هيدروجين. هنا معظم الهيدروجين 85% على حساب الصوديوم، سكند اكتف سكريشن، كاونتر ترانسبورت في اول حته، فين؟ في البروكسيم، في اول حته، فين؟ في الفيرست هاف، في اول حته، فين؟ عند اليومينال بوردر، حاجه لا تنسى. يا ربنا ورانا هنا يا اولاد في البروكسيمال الاهم فالاقل اهميه، معظم الاعمال في البروكسيمال. نيجي لوبو فيرل، ده دماغه في تظبيط التركيز بتاع البول، ده محاضره كامله بقول ان القشور تفهم. بلخصها بقول وانت نازل تاخد ميه، وانت طالع ملح. اكشوال لما هاجي اشرحها في لوبو هنا هشرحها بالعكس، هبتدي وانت طالع، اقول وانت طالع بيطلع ملح في الثيم بارت باسيف، دي الحته الوحيده سؤال ام اس كيو مفيش حته يمتص فيها الصوديوم كلورايد باسيفلي غير في الثين اسندنج. طب امال الثين ديسندنج ما يمتصش خالص، لان مفيش صوديوم شانلز، اللي ما يعرفوش كتير من الزملاء. يبقى كل الصوديوم اكتف ما عدا في الثيم بتاع اللوبو فيريل، في الثين اسندنج باسيف، في الثين ديسندنج مفيش صوديوم شانلز، لا باسيف ولا اكتف. طب وهنا بقى في الثيك بارت ده، دي اهم حاجه، الكارير اللي هو الرباعي 2 نيجاتيف كلورايد و2 بوزيتيف، واحده صوديوم واحده بوتاسيوم، ترميهم تبقى عارف الحكايه دي. طيب هنا بقى الملح اللي طلع من الاسندنج هيسحب ميه من الديسندنج، فهمت القصه؟ يبقى لازم نبتدي بالاسندنج لما نيجي لمحاضره الميه، نطلع الملح من الاسندنج فيسحب الميه من الديسندنج. يبقى حتى كاتب لك هنا ميه، ده منفذ ميه ولا منفذ ملح،
بيطلع هنا باسيفلي وبعدين هنا اكتفلي الرباعي. هنا لازم تبقى حافظ صم سؤال ام اس كيو، وهجيبه لكم بقى لما نعاود الاسئله تاني. الاجمولاليتي بتاعت البلاط كام يا اولاد؟ حفظتها العجال 300. الفلترت كل الكريستالوز عدت يبقى 300. بنهايه البروكسيمال كنت خدت الاملاح 65% بوزيتيف وراها كلورايد نيجاتيف 65%، يبقى وراها ميه 65%، يبقى الاملاح والميه بنفس النسبه، يبقى ما زلنا 300. اشهر ثلاث 300 في الام اس كيو، البلاط 300، الفلترت ايزو اوزموتيك يبقى 300، نهايه البروكسيمال اللي ممكن يجيبها لك بدايه الديسندنج، هي ما هو نهايه البروكسيمال بدايه الديسندنج 300 بقى ايزو اوزموتيك. فازم صم 300 البلاط، 300 الفلترت، 300 نهايه البروكسيمال. ليه؟ لانك خدت ملح الاملاح والميه بنفس النسبه 65% اهي، ميه وملح بنفس النسبه. طب طلعت هنا ايه بقى؟ قلت لما يتاخد ميه ال 300 تبقى 400 500 لحد ما تحت عند التيب تبقى 1200. ده اعلى تركيز، وعشان كده اعلى تركيز هنشوفه للبول 1200، اربع مرات قد البلاط في الهيومن بينجز. اعلى تركيز للبول في الانسان ممكن نوصله 1200 هنا. هنشوف ازاي. طب هو طالع خدنا الملح، ما يرجعش بقى 300، يرجع الى ان ده اكتف بمزاجك، طلع اللي عاوزه 25% من الاملاح هنا. بقى 100، يبقى اكتر دايليوشن حصل، دخلنا 300 طلعنا 100، عشان كده سموا ده الدايليوتنج بورشن ده نفر، لان اقل تركيز البول قلنا اعلى تركيز 1200 هنا اهي، اربع مرات قد البلاد، اقل تركيز 50. طب يبقى انت نزلت من 300 الى 100 فين؟ في اللوب اوف هانل، ده اعلى يعني نسبه تخفيف للبول دايليوتنج بورشن، ممكن تنزل كمان ل 50 او تركزه 1200 زي ما هنشوف. طب نيجي الليت ديستال والكولكتنج، ده الفاينل ادجستمنت، ضبط نهائي بقى. عندك نوعين من السيلز، بي واي سيلز. بي بتعمل ايه؟ تاخد الصوديوم اكتفلي طول عمره وترمي بوتاسيوم، ملقح جتته على الصوديوم. سكند اكتف سكريشن بالبي سيلز، طول عمره بوتاسيوم على حساب الصوديوم. تلقيح جتها. كان بيتاخد في الاول 65% في البروكسيمال، يتاخد 25% في لوب اوف هيرل يبقى 90، وفي الاخر بقى ترمي بقى. ما انت بترمي بقى بوتاسيوم وهادي بتظبط البي اتش بقى، يبقى لازم ترمي اسيد والكالي، ميزان بقى اسيد والكالي. هنا بترمي البوتاسيوم على حساب الصوديوم، الهيدروجين على حساب نفسه بالانتركاليتد سيلز، ده بقى هنا برايمري اكتيف سكريشن على حساب تحت اسيد الستروم. تظبط الميه بالاي دي اتش، نحكيها مع قصه الميه. والاي دي اتش قلنا ما بيمتصش بس ميه، اللي حضروا معايا اندوكراين، ميه ويوريا، قلنا فين يوريا؟ الباراثورمون ياخد كالسيوم، هنا يعمل كالسيوم للابزوربشن، انما هناك كان بيعمل ايه الباراثورمون؟ كان بيرمي فوسفيت اهي، كان بيرمي فوسفيت الباراثورمون عشان يعادل الهيدروجين. فاكر الفوسفيت في البروكسيمال يحصل له سكريشن، الباراثورمون في الفوسفيت في البروكسيمال يعمل له سكريشن عشان يعادل الهيدروجين، انما الكالسيوم بيعمل له ري ابزوربشن فاينل ادجستمنت. مفيش هرمون يشتغل على البروكسيمال غير الباراثورمون، حط فوسفيت في البروكسيما عشان يعادل الهيدروجين. قلناها اليوم معايا دي الاجزاء الثلاثه. ايه الحته الصعبه بقى؟ الفرق بين الهيدروجين والبوتاسيوم، حصل له ايه في البروكسيما، حصل له ايه في الديستا؟ الهيدروجين طول عمره يحصل له سكريشن، سكند اكتف سكريشن في جسد لو انت اسيد سكريشن كاونتر ترانسبورت مع الصوديوم. طيب وهنا في الديستا الهيدروجين لا، على حساب نفسه بالاي سيلز برايمري اكتف سكريشن. يبقى ايه الجمله المشتركه في الهيدروجين؟ سكريشن في الناحيتين اهي، سكريشن هنا وسكريشن هنا، بس هنا معظمه 85% على حساب الصوديوم اهي 85%، انما هنا على حساب نفسه خلاص. وقلنا في 10% يعني مش باينينها في الرسمه اللي هي في اللوبوفين. اما البوتاسيوم لا، معظمه بيتاخد مع الصوديوم كو ترانسبورت مع الصوديوم، وملقح جتته على الصوديوم سكند اكتف ريابزوربشن مع الصوديوم، ده البوتاسيوم كو ترانسبورت. هنا 65%، هنا 25%، هنا الباقي بقى ال 10% هنعمل بيها ادجست كله على حساب الصوت، بس بدل ما ري ابزوربشن بقت سكريشن. يعني بمعنى اسهل، الهيدروجين الاختلاف بين بروكسيمال والديستال مش في السكريشن، هو هل سكندري ولا برايمري الهيدروجين على حساب نفسه معظمه في البروكسيمال على حساب الصوديوم سكندري اكتف سكريشن.
انما في الديستال 5% بس اعصاب روحه برايمري اكتيف سكريشن، يبقى الاختلاف سكندري ولا برايمري في الهادي، لكن في الاثنين سكريشن. البوتاسيوم لا، اختلاف كله سكندري، كله سكندري، كله تلقيح كده على الصوديوم، بس هل يتاخد ريابزوربشن ولا يترمي؟ معظمه يتاخد من القلوي، 65% في البروكسيمال، 25% في اللوبوفيرين، ونرمي شويه بالبي سيلز في الديستال. دي واحد يا اولاد من اصعب المحاضرات في الكدني، لكن تخيل هتبقى رائعه بقى لما فصصها حته حته وارجع للرسمه دي، ناخد الصوديوم ناخده في اللعبه كلها، ناخد واحد واحد بقى بسرعه في عجاله كده، سوف تتمتع. ولا تنسى الصوديوم الاربع جمل الاساسيه لما نجي لها باذن الله في المحاضره القادمه، والجلوكوز والكلام ده اللي هو خلاص عرفنا الاساسيات بتاعته. الصوديوم هو القاطره 90% من طاقه الكليه الدفع في الصوديوم، الجمله الاولى. بنسيب شويه فاهم ليه؟ عشان اول نقله تبقى الونج جريدينت، الونج الكتروكيميكال جريدينت، فبنرمي 1/4% يعني بنمتص من 96 الى 99%. دي ثاني جمله. الصوديوم مسؤول عن نص الاوزمولاليتي، ثالث جمله. الصوديوم التعامل معاه في كل النفرون اكتف ما عدا افتح ودك، دي اهم جمله في الام اس كيو. الثين ديسندنج اند ثين اسندنج لوفوفالين. يبقى اقولهم انت الاربع جمل ونقفل بكده. الصوديوم يستهلك اللي هو القاطره كام في الميه؟ 90% من طاقه الكليه، وده الحد الادنى في الاسراف ان احنا ندفع في ماده واحده عند بوردر واحد اللي هو البيزولاترال. طب بتمتص قد ايه؟ 96 99 100، وترمي 1/4. فاهم ليه لازم نرمي شويه؟ عشان اول نقله تبقى ببلاش الونج الكتروكيميكال جريدينت، ما تبقاش من الصفر، تبقى في شويه في اليومن ناخد للتركيز اقل. النقطه الثالثه يا اولاد، ان الصوديوم مسؤول عن نص الاوزمولاليتي بلاب 145 مللي اكوفيلنت بير لتر، بينما الاوزمولاليتي لو عايزها بالظبط مش 300 290. النقطه الرابعه ان الصوديوم اكتيفلي في كل النفرون ما عدا في الثين بارت اوف لوبوفيرين. في الثين ديسندنج مفيش خالص، اللي مفيش صوديوم تشالنج. في الثين اسندنج بيبقى باسيفلي. ولا تنسى الفرق بين الهيدروجين والبوتاسيوم. الهيدروجين الجمله المشتركه بين بروكسيمال والديستال هي السكريشن، المختلفه ان معظمه في بروكسيمال 85% سكندري اكتيف سكريشن على حساب الصوديوم، وفي الاخر 5% بتبقى على حساب نفسه برايمري اكتيف سكريشن بالاي سيلز. طب في ال10 اللي في النص في اللوبوفيرين. بينما البوتاسيوم الجمله المشتركه ان هو ملقح جتته سكندري اكتيف، في معظمه بيتاخد مع الصوديوم 65% في البروكسيمال 25% في اللوبوفيرين، وفي الاخر دي الجمله المختلفه بقى مش ري ابزوربشن، سكريشن. في الاثنين سكندري، بس ري ابزوربشن، ري ابزوربشن وبعدين سكريشن. الهيدروجين لا، في كله سكريشن، بس في الاول سكندري وفي الاخر برايمري. اتمنى تبقى كلير اند اولوز كلير. وريتكم رسومات، والرسمه دي بليز كبرها وحطها في الاوضه بتاعتك، بص عليها كتير. وفي النهايه يا اولاد يعني بقى اهني نفسي اذا كان البث ناجح والصوره كويسه، لانه حتى اذا كنت مشدود بيني وبينكم لا مش عارف النت هنا بيبقى ازاي، انما انا جبت البيست جهاز المتاح في مصرنا العزيزه، يعني حاجه صغيره كده بس رائعه الحقيقه. ويعني ربنا كده يكمل على خير باذن الله. أشكركم على وقتكم وأسعدتوني، وأتمنى أكون أفدتكم، وألقاكم على خير بإذن الله في المحاضرة القادمة، هتبقى بالتبادل موتور. يعني أنا عارف إن دي تقيلة شوية، اسمعها مرارا وتكرارا، أنا أوريدي عدت الكلام أكثر مرة، وبص على اسمه، وأتمنى يبقى الإيمجز كلير. ثانك يو.